انت عملت لي فرصه بتاعت تشير. يس عملت الكو هوست. كويس ممتاز اكسلنت فيري جود. بس هي لايف في فيسبوك صح؟ نعم نحن لايف في الفيسبوك. خلاص نبدا جاهزين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الجمعة الموافق الثامن من يناير سنة 2021، وأول لنا جلسة من جلسات ونس على دروب النجاح، وإن شاء الله تكون السنة فاتحة خير علينا. ونحن ذاته الليلة بنستبشر بضيفنا العزيز بعد شوية حنعرفكم عليه، ونذكر الجميع انه ونس على دروب النجاح اصلا الفكره نبعت من مبادره الباحثين السودانيين، والهدف بتاع انه ربط الجيل او ربط العلماء مع الجيل الجديد. يعني احنا بنمشي بالعلماء ديل ويعني من سكهم، مش لانه هم تكبر منهم ولا كده، لكن لانه وقتهم ما بيسمح لهم. فاحنا لما نمشي نلم في واحد منهم ومنجيبه ما بتخيلوا نكونوا فرحانين كيف، يعني الشباب في الباك جراوند كلهم بيكونوا مبسوطين يعني. طيب بالعلم ساد الناس في عصرهم واخترقوا السبع الطباغ الشدادي، يطلب المجد ويبغى العلا، غوم لسوق العلم فيهم كسادي، ما اصعب الفعل لمن رامه واسهل القول على من ارادي. بأبيات الشاعر الكبير احمد شوقي نستفتح الجلسه بتاعتنا الليلة إن شاء الله يا جماعة. حيكون ضيفنا يعني بعد رابع أو بعد خامس، يعني عالم من علماء السودان ونخلة من نخلات السودان، البروف نمر عثمان أحمد البشير. بديكم نبذة كده بسيطة عنه، بعد ذلك هو بيعرفنا عن نفسه أكثر. يعني مدير مركز أبحاث الغاز والوقود في جامعة تكساس ATM، رئيس برنامج التميز في تكنولوجيا الغاز ANM، رئيس قسم هندسة البترول في جامعة تكساس في قطر، باحث في تصميم المفاعلات المتقدمة، حائز على عدة جوائز اللي هي مثلا منها جائزة مؤسسة قطر لأفضل برنامج بحث في الطاقة والبيئة، ده كان عام 2012، جائزة الأستاذ المتميز في جامعة تكساس ANM 2017، جائزة شركة أوركس GTL في مجال وقود الديزل من الغاز الطبيعي، عضو مؤسس لجمعية الأساتذة السودانيين الأمريكان في أمريكا، ورئيس مجلس جامعة الإمام المهدي في السودان. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني زخم وجوائز وعلوم مشاركات. أنا بس عملت لكم بس دي سناب شوت يا جماعة، فالراجل ربنا يديه الصحة والعافية. طبعا أكيد الحاجات دي ما جات يعني ما جات من فراغ، ولا نام ولا جلس في البيت، إلى هذه اللحظة يعني الراجل شغال. يعني ربنا يديه الصحة والعافية، وتفضل يا بروف. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر أجزل لكم ولمجهودكم الكبير والمقدر جدا اللي أنتم بذلتوه، والنقلة الكبيرة جدا اللي عملتوها في العملية بتاعة التجميع بتاع الباحثين السودانيين في كل أنحاء العالم. ويعني أنا حضرت عدة اللقاءات من قبل، وفي اللقاءات دي يعني ما شاء الله إنه كل الناس they recognize the contribution بتاعكم، مساهمتكم القيمة جدا في العملية بتاعة التأثير حتى لرؤية السودان للبحث العلمي. والنقلة اللي عملتوها المهمة جدا في إنكم أنتم حاولتوا إنه يكون هذا المنبر هو بداية لعملية التحول بتاعة النمط التقليدي في السودان في التعامل مع كل القرارات، بإنه كل القرارات دائما بتكون مبنيه على نمط زي ما بيقولوا اداري بيروقراطي حكومي. حولتوا القصه دي كلها للاهتمام بعمليه البحث العلمي وتاثيره في الحياه، واجمل مجهوداتكم اللي انتم عملتوها العمليه بتاعت انه يعني قررتوا المساهمه في عمليه مشاركه المعرفه. انا بؤمن بترمونولوجي محدده اللي هو انا دائما بستخدمها مع كل زملائي حول العالم، انه خصوصا الناس الداخل السودان، انه لما انتوا تجمعونا مع بعض ولما نجتمع بكم وجيلكم بتاع الشباب المميز
ياسين ودكتور أنور وكل زملائكم اللي هم عملوا العملية تحت المساهمة دي وكل الناس الموجودين في داخل وخارج السودان، إنه دائما العملية تحت الطلاق اللي بتحصل بيناتنا دي هي عملية بتاعت مشاركة معرفة. فأنا بؤمن بمبدأ المشاركة أكثر من مبدأ نقل المعرفة. يعني ما في سوبيريوريتي، ما بنشعر نحن بأنه الناس البرة ديل أفضل من الناس الجوة. بالمناسبة الناس الجوة ديل هم the way they survive the system وقدروا أنه يتعايشوا معه، ده واحدة من أميز إمكانياتهم البشرية اللي هو بالنسبة لنا نحن الناس اطلعنا برة، والعملية بتاع تجاربنا والفرص الأتيحت لنا والإمكانيات والسيستم اللي وجدناه يعني in place موجود في المكان ساهم مساهمة كبيرة، بينما الناس الجوة ديل بيعانوا معاناة كبيرة جدا عشان يشكلوا البعد بتاع أهمية البحث العلمي ودوره، فهو تجربتهم مميزة جدا. فأنا لما نقعد معاهم دائما يعني وأتمنى إنه يكون هذا اللقاء عملية بتاعت مشاركة معرفة، أنا بشاركهم بتجربتي لكن أنا بشعر completely إنه الناس الداخل السودان عندهم تجربة مميزة جدا، فأنا بستفيد جدا منهم لما نقعد معاهم وأتناقش معاهم وأشوف إنه كيف هم قدروا يقاوموا كل الريزيستنس الموجودة دي وينجحوا في النهاية وإنه يعدوها، وإنه الآن إحنا موعودين بنقلة كبيرة جدا. فأتمنى إنه نغاشي معاكم اليوم ده يكون بداية للنقلة دي وأشارككم بالهيستوري بتاعي وبتجربتي. نعم. التجربة دائما ممزوجة بنجاح وفشل. نعم الله يديك العافية يا بروف، ونشكرك يعني شكر حار يعني بالنيابة عن مبادرة الباحثين السودانيين إنك أنت حتجي تشاركنا الليلة يعني خبرتك وتجاربك. بنعتذر يا جماعة للناس في الفيسبوك طلبوا اللينك بتاع الزوم، عندنا تكنيكال ايشو ما حنقدر يعني ما حنقدر نعمل شير للزوم، لكن يعني كل اي زول معانا في الفيسبوك في اللايف وكده يعني عنده سؤال عنده مداخلة نحن بنقولها عبرنا للبروف. اديك العافية يا بروف. البروف نمر الميلاد والبداية والمدارس الابتدائية والمتوسطة. كويس، لو سمحتوا لينا هقوم اشارككم بسلايد. حاولت يعني اضع القصه دي، يعني من الصعب انك تذكر كل الحاجات وكل الاليمنتس، لكن حاولت انه اضع سلايدز بيساعدني يعني في العمليه بتاعه حكايه القصه، فاتمنى انه يعني تكون مفيده بالنسبه لكم. فشايفين السلايد دي الان؟ ايوه نعم شايفين. نعم واضحه يا بروف. كويس يلا لو كده عملت فول سكرين بس. ايوه كده ممتازه يعني. ممتازه يعني جدا كويس. يعني هي دي يعني حاولت انه اجمع فيها بعض الحاجات اللي هي ممكن مهمه ومفيده جدا للعمليه. لو لاحظتوا انا مستخدم عده تايتلز هنا اللي هو ايضا فيها جامعه الامام المهدي والسودابيت، لكن نبدا بقصتي انا. كويس يعني انا ولدت في موسكو في روسيا. الوالد رحمه الله كان هو مهندس كيميائي درس في الاتحاد السوفيتي الزمن ذاك، ما كانت روسيا لكن، وكان يعني جزء منه كبير من دراسته في أوكرانيا، لكن أنا ولدت في موسكو في روسيا. وأنا أحسب إنه الصورة دي جزء من طفولتي مع الوالدة رحمها الله ورحمهم الله جميعا الوالد اللهم آمين. والصورة دي في مدينة موسكو وهي من المدن الجميلة جدا. يعني أنا سبحان الله ثاني أنا يعني رغم إنه شغلي كان في أمريكا كان ممكن يوديني لها، لكن ما مشيت، مشت بنتي الصغيرة أصغر واحدة فينا في البيت اللي هي مشت وشافت موسكو دي لايف يعني قبل كم سنة. وبعد ذلك جيت السودان وأنا طفل صغير ودرست المراحل الدراسية في السودان، وكان الوالد في قطاع السكر في السودان كان مهندس كيميائي في قطاع السكر، فتنقلنا في المدارس بتاعت قطاع السكر في السودان اللي هو بدينا بمصنع خشم القربة وبعد ذا جينا لمصنع سنار. وأنا على موضوع خشم القربة دي أنا بديت فيها سنة أولى ابتدائي أجس، واحتمال إنه أنا ما كملتها مشيت على سنار، وبعد ذاك مشيت من سنار على كان الوالد رحمه الله بعد ذاك مشي على عسلاية، لكن جزء أيضا كبير من طفولتي كان في مدينة مدرمان. وفي مدينة مدرمان واحدة من أجمل المدن في السودان وفي حي قديم جدا في حي ودرو اللي هو المنطقة جنب بيت أسهري، درست في أيضا جزء كبير منها في مدارس عريقة جدا مدرسة بيت المال الابتدائية،
ومدرسة الأهلية المتوسطة مدرمان، ويتمنى إنكم تدوني فرصة أحكي لكم عن الأهلية المتوسطة مدرمان دي، لأنه معظم ذكرياتي في دراستي يعني موجودة في المرحلة المتوسطة. سبحان الله لا أذكر الكثير من المرحلة الثانوية اللي هو قضيت فيها جزئين يعني في الأهلية الثانوية، وبعد ذاك من كوستي والوالد كان في مصنع سكر عسلاية، وبعد ذاك مشينا على جامعة الخرطوم في السودان. فالنقلة دي كانت يعني نقلة في الطفولة لي، فيها تحديات كبيرة بأنك أنت في الطفولة you move from مكان لمكان وكذا وadapting، لكن كانت البيئة التعليمية في السودان بيئة متميزة جدا، خصوصا زي ما قلت لكم المرحلة المتوسطة. المرحلة المتوسطة في الأهلية المتوسطة مدرمان كانت واحدة من أميز المدارس، لأنه معظم التشكيل بتاع حياتي والحاجات اللي أنا اكتسبتها من المرحلة المتوسطة في الأهلية مدرمان. أول حاجة كانت المدرسة عبارة لنا عن حياة، يعني إحنا بنمشي نطلع من المدرسة نمشي البيت، وكنا ما بعيدين من المدرسة، بس بنتغدى وبنرجع المدرسة عصرا، فبنقضي الفترة من العصر إلى المغرب، وغالبا بعد المغرب نرجع البيت. فكانت جزء كبير جدا من تشكيل حياتنا. أنا اكتسبت فيها مهارات كثيرة جدا، أولهم المهارة بتاعت الجمعية الأدبية، بتاعت الشجاعة الأدبية، إنك تتكلم وتتحدث في قدام الناس وقدام الأساتذة وكذا، وده كان أكسبني يعني جزء كبير جدا. الحاجة الثانية تعلمت فيها تنس الطاولة، البينج بونج، وده كان حاجة الله يجرب بالمناسبة للناس الشباب الصغار طبعا يشوف الكلام ده يعني هنا، لكن دي احنا بالنسبة لنا زمننا كانت الله يجرب. تعلمنا فيها الكرة الطائرة وكرة السلة ويعني العملية بتاعت الجمعيات الأدبية. لكن واحدة من الحاجات الأساسية المهارات اللي أنا اكتسبتها، ودي أنا قدمتها في محاضرة في جامعة تكساس A&M في 2015، أنا جامعة تكساس A&M ادتني الجائزة بتاعت التميز في التدريس، يعني دي واحدة من أكبر الجوائز. باي ذا واي جامعتنا تكساس A&M دي واحدة من أكبر جامعات أمريكا، وهي الجامعة الأم لولاية تكساس. هما ولاية تكساس اللي هي من الأكبر والأغنى في أمريكا، هي طبعاً بيركابيتا هي الأغنى حتى من كاليفورنيا. فعندها جامعتين أساسيات تحت الحكومة، تكساس A&M، نحن A&M دي اختصار لأجريكالشر ميكانيكس، ويونيفرسيتي أوف تكساس أت أوستين. فعينوا لهم زي الفرق ما بين جامعة الخرطوم وجامعة السودان، نحن أقرب للمنظومة بتاع جامعة السودان. يونيفرسيتي أوف تكساس أت أوستين هي أقرب لجامعة الخرطوم، نحن جامعة فنية والرول بتاعنا في مجال البترول كان كبير. جامعتنا دي فيها يعني ما يقارب قريب 70,000 طالب، ويعني فيها تقريبا أكثر من 3,000 بلس، قريب بين 3,000 ل4,000 بروفيسورز وناس بيدرسوا يعني في السيستم بتاعها. فكل سنة عندهم جائزة بتاع التدريس اليونيك، هي في الكوليج ليفل وفي اليونيفرسيتي ليفل وكده يعني. فأنا واحدة من الجوائز دي نيلتهم، فأنت بطالبوك بإنك تقدم محاضرة عن عن التميز بتاع التدريس. فتكلمت عن تجربتي في الأهلية المتوسطة ومدرمان، فقلت لهم يا أخي أنا أول مرة أتعلم إنه أنا أدرس، وإنه طبعاً جبت لهم صورة السودان والصور دي طبعاً، ويعني قلت لهم اللي هو الصورة بتاعت الهينة دي بتاعت المدرسة دي والناس قاعدين في الأدراج، قلت لهم دي المرحلة اللي أنا تعلمت I gain my teaching skills، المقدرة بتاعت التدريس إنك كيف توصل المعلومة بطريقة مبسطة جداً. قلت لهم الموديل اللي عملوه أساتذتنا الوقت داك في إنه كانوا دايرين يزيدوا نسبة النجاح في المدرسة، يوصلوها تقريبا 100%، وكانت إنه كان عندنا امتحان شهادة الزمن داك من المتوسطة للثانوي اللي هو من ثالثة متوسطة لأولى ثانوي، إحنا كنا السيستم بتاع 633. الامتحان ده كانت المدرسة دايرة تضمن بإنه النجاح 100%، فقاموا ما عندهم طبعا عدد بتاع أساتذة كافي، الفصل بيكون عندنا 4 أنهر، الفصل بيكون فيه كم 60 ولا كم 70 أحيانا، too many students in one classroom. فقاموا اختاروا قالوا يا أخي يقسموا اللود على 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 الطلبة الأوائل، فأنت لو كنت متقدم بيدوك يعني أضعف جروب اللي أنت الأول، بيدوك الناس التحت، فأنت بتجي الصباح بدري قبال المدرسة ما تبدأ تشرح للجروب ده، وبتجي العصر زي رجعتنا بتاعت العصر دي تشتغل مع الجروب ده درس العصر في امتحانات، وأنت بتعمل لهم امتحانات وأنت يحاف. فقاموا عملوا منظومة جميلة جدا and very creative. الزمن ده ما كانوا هم واعين للتأثير بتاع المنظومة دي في إنه يا أخي الأداء، هتشوف إنه ده غير حياتي كيف later on، إنه الأداء هو الأداء بتاع التيم، الأداء الجماعي، إنه مثلا الامتحانات التجريبية بتاعتنا اللي هو بيعملوها الكوارتر التيرم ربع السنة ونص السنة وكده بيعملوها في المدرسة، النتيجة هي نتيجة الجروب بتاعك ما نتيجتك as individual.
فبقوموا مثلا مادة الجغرافيا يقوموا يطلعوا الأربع أنهر والناس الفازوا الجروب الفاز بأعلى درجة في الجغرافيا دي يطلع يصفقوا لنا كلنا، وكانوا يجيبونا يخطونا في نص الحوش بتاعت مدرسة الأهلية ودرمان دي ويجيبوا لنا صينية بتاعت باسطة. القصة دي كانت غمة الميت. أول حاجة إنه أنت يعني أنت بتكون وينينج، المدرسة دي كلها عارفة إنك أنت الجروب بتاعك ده وينينج، وبكونوا عارفين منو الأول ومنو كده وبتاع. غير كده القعدة مع الأساتذة، وأحيانا بيجي المدير وبناكل الباسطة دي والشاي، فكانت دي قمة المجد، خصوصا لو أنت كمان حريف قمت كسبت القصة دي في كم مادة، ما في مادة واحدة. فكانت العملية لينا عملية بتاعت يعني زيادة الإبداع في إنك كيف تبدع في عملية التدريس وتوصيل المعلومة عشان تضمن جروبك ينجح. علمتنا التدريس، وأيضا زادت فينا التيم ويرك سبيريت، يعني عملية الشغل الجماعي في إنك تضمن إنه كيف النجاح ما حقك أنت بس، النجاح حق المنظومة أو الجروب اللي أنت معاك، وبعد ذاك ده بيكبر وبيمشي معاك. بعد ذاك مشيت مدرسة الأهلية الثانوية، وهو ذكرياتي ما فيها كثيرة والله المرحلة الثانوية، لكن الذكريات الكبرى في جامعة الخرطوم طبعا، ومعظم الناس اللي انتم عملتم معاهم لقاءات هم علماء مميزين جدا. نعم. انا لا اصل الى مكانهم، يعني ما شاء الله عليهم، بيكونوا تكلموا لكم عن تجربتهم طبعا في جامعة الخرطوم. معليش يا بروف، قبل ما نمشي لمرحلة الجامعة، الجمعية الأدبية، انا كنت في الجمعية الأدبية في الابتدائي، كنت سكرتير الجمعية الأدبية، لكن عايزك انت كده احكي لنا شويه، لانه يمكن الجيل الجديد ده شويه يكون موضوع الجمعيات الادبيه ده اول مره يمكن يكونوا سمعوه يعني، فكده بس ادينا كده يعني بريف سمري عن الجمعيات الادبيه، يعني شكلها كيف والفائده بتاعتها شنو يعني. والله سؤال جميل جدا، والله واحده من اجمل الفرص اللي بتتاح، يعني كان الزمن ذاك المدرسه كانت عالم، يعني المدرسه دي جزء من حياتنا، مكون حياتنا الاساسي، وكان عندنا تقدير كبير جدا للمدرسة ومكونة، وتقدير كبير جدا للأساتذة. ربنا يعني يمد في أيام ويعني يجزيهم عنا خير الجزاء، يعني كل العلم اللي احنا ربنا يعني قدرنا عليه ونشرناه في كل أنحاء العالم، هم عندهم بإذن الله تعالى أجر واصل للأساتذة دول، يعني كان تأثيرهم علينا كبير جدا في النقلة دي، وكنا بنحترمهم احترام يفوق التخيل. يعني الناس الزمان اللي بيحكوا لكم انه احنا لما كنا بنلعب الدافوري في الحلة، وكان جزء منهم بيسكن معانا في نفس الحي، فلما احنا نلعب، لما نيجي مار واحد في الشارع بس بتقعد الكوره في نص الميدان، الناس كلها بتختفي كويس، يعني كل واحد بيجري شوف انه الاستاذ ما يشوفك انت بتلعب في كوره في نص الحي، لكن عشان انت بارت اوف الريسبكت يعني. نعم. الجمعية الأدبية دي كانت اكتسبنا فيها مواهب كثيرة جدا. أول حاجة يعني هي كانت بتكون أسبوعيا وبتكون الصباح، وهي حوالي يعني الحصة الصباحية اللي هو قبل الفطور، اللي هو كانت في حصتين قبل الفطور، وكانت فيها مجالات فنية، كان فيها غنى وفيها شعر، وكان فيها يعني ناس بيكتبوا قصص قصيرة، وكان في ناس مميزين بإبداعات، وكانت فيها نحو جميل جدا من عملية الكرياتيفيتي. وسبحان الله يعني أنا كان معي ناس مميزين جدا، لكن أنا قمت تلبت فيها، يعني أنا ما كنت يعني شخص مميز شديد في المجال دي، لكن أنا غررت إنه أنا I have to engage في القصة دي، وأنا لما engage قمت نطيط. يعني هو دي واحدة من الحاجات المهمة جدا، إنه يعني خصوصا الشباب الصغار لو بيحضروا فينا الآن استوعبوها، إنه يعني never underestimate الكابابيلتيز بتاعتك، يعني انت في المجال بتاع ايا كان مجالك ايا كانت قدراتك، ما تقول انت ما تضعف امكانيه انك تنجح، تقول يا اخي انا ما بنفع في القصه دي، ما ممكن يجيبوا زول زيي، انا ما يعني القصه دي ما قدري عندي الناس. فحاول دائما انك انت تو انجيج، هو نوز يعني ما في زول عارف انك انت حتنجح ولا ما حتنجح الا جرب، فانت دائما جرب يعني. فأنا قمت تقدمت الصفوف، أنا كان معاي زملاني مميزين جداً وكليمين وكده، وأنا ما كنت بهذه المهارات الكثيرة، لكن قلت يا أخي تقدم. وسبحان الله أنا ما كنت بقدر مهاراتهم ولا بقدر تميزهم، لكن لما تقدمت يعني شعرت بأنه بعد فترة أنه أنا بقيت أفضل منهم، يعني ما لأنه بديت بتعلم منهم، يعني عين بديت أنا لما بديت بحاول أنه أقلدهم، بعد ذلك بديت أعمل التوم بتاعي أنا، بعد ذلك بقيت أنا ذاتي في الواجهة، يعني هم ذا ستيب باك يعني. وكانت نقله كبيره جدا، وكان فيها جزء جميل جدا من العمليه بتاعت انك انت الامكانيات البشريه، وعندنا فيها قصص مريحه جدا، في قصه زملاني في متوسط اليوم الليله بيتذكروها، انك انت سم تايمز وانت في العمر ذاك
انت يو جيت اكسايتد، يعني انت بتشعر بتفاعل كبير بالقصه دي وتشعر انك انت امباورد. فقمنا عملنا حاجه، كان في برنامج في تلفزيون السودان اسمه الكرسي الساخن. الكرسي الساخن ده في التلفزيون كان بيجيبوا مسؤول حكومي ووالي وزير بتاع بزرزرو زرزره شديده جدا، ده كان زمن نيميري. وهو الكلام ده ما كانوا بزرزرو طبعا، يعني ممكن يجيبوا نيميري، فقوموا بزرزرو الناس الصغار ديل ايا كان الليفل بتاعهم. فالكرسي الساخن ده كان برنامج السودان كله بينتظره في انه يخلف زول عنده مشكله. فقلنا نحن تدبليكيت القصه دي في الجمعيه الادبيه. وانا ليش لاقى، قمت دورت بعدين اي جوت اكسايتد بالفكره ودورتها في اساتذه. الاستاذ الاول اكلها، يعني انت بتسال وبتقول له يا اخي انت بتجي، وطبعا بيكون الطلبه بيدوك الاسئله والطلبه بدردقوك طبعا وانت بتقول تولي القصه وشاعر انت يو ار اكسايتد بالقصه، هم يدوك الاسئله الصعبه جدا يقول لك يا اخي الزول ده يعني اول شيء بيقلدنا جلي شديد جدا في حاجات ما عنده اي معنى يعني كويس، او انه الزول ده يعني هو بيقول لنا يا أخي اللي بيجي متأخر ما يخش الفصل ويجلد وهو بيجي متأخر، أو إنه زول ده المهم بيكتبوا لك معلومات محددة وإنت طبعاً you get excited. فأنا كنت دائماً very excited بالقصة دي وبقعد في نص المسرح والمدرسة دي كلها قاعدة. ففي أساتذة تقبلوا القصة فقمت استمرت القصة دي، يعني شعرت فجأة إنه أنا very powerful. وبعدين طبعاً بعد ذاك في الفطور لما أنت المرة الأولى تعدي الطلبة بحسوا إنك أنت يعني you serve the purpose، فأنت you have to move وان ستيب تاني لقدام. فالمرة الثانية دي بذكر انه انا سألت اسئلة كانت محرجة جدا، الاستاذ نفسه يعني تقبل او ما رد، لكن طلع علي واحد من تحت وانا في المسرح فوق كويس وجلدني جلدة محترمة جدا قدام. يعني كان الزمن داك حظوا عندنا الجليد وصوت العنج وكده وشدوك، فطبقوا فيني نظرية يعني قدام المدرسة كلها. طبعا الناس كلهم they got upset انه يعني دي lack of democracy وانه كيف انكم انتوا، لكن كانت واحدة من التجارب الجميلة جدا، يعني تعلمنا فيها حاجات كثير. ايضا تعلمنا ارتجال الكلام، يعني القدرة على انه حتى الشعر، يعني احنا مرات يعني الواحد فينا كان في مسابقة شعرية انه بيجينا ذات حرفة لدرجة انه انت ممكن تربط الكلام وتطلع لك ببيت كده لما تزنك، انه يكون في منافسات بتاعت انه بتبدأ بالحرف الأخير، يعني أنت أزول انتهى في بيت في حرف أنت بتقوم بتبدأ به، فمرات تنق الحرف يكون أنت ما عندك نايف المهم بتنجر لك، ومرات كانت بتمشي. سبحان الله، يعني اكتسبنا فيها يعني مهارات كثيرة جدا، وكانت واحدة شكلت حياتنا، يعني شكلت البعد الإنساني بتاعك، طريقتك تحت الكلام، قدرتك على التعبير عن نفسك، يعني الإبداعات الفي. فكانت المرحلة المتوسطة دي غمة يعني التكوين بتاع الشخصية بتاعت الواحد. معظم زملاني درسوا في الأهلية المتوسطة من درمان، فربنا يعني يدي العافية كل أساتذتنا الكرام ويرحم موتاهم رحمة الواسعة. لكن يعني العملية التعليمية ما كانت سهلة وكانت فيها جلد وفيها حاجات، لكن كانوا تأثيرهم علينا تأثير كبير جداً، وإلى الآن هو عنده تأثير كبير. معليش يا ياسين دخلت لك في تفاصيل كثيرة. لا بالعكس يعني مستمتع، أنت عارف يعني يا بروف، يعني أنا كنت يعني متمني يعني ألاقي لي زول يتكلم لي عن الجمعية الأدبية، لأن أنا كنت يعني زي ما قلت لك كنت سكرتير الجمعية الأدبية في الابتدائي يعني. ففعلا هي بالذات لما تكون في المسرح كده، ونحن كمان كانت الجمعية بتاعتنا بالعصر وبيجوا ناس الحلة كلهم، يعني كانت فعلا بتديك يعني أنت بتكون إكزايتنج وبتحس بنفسك يعني حاجة كبيرة جدا يعني. نعم أي. الله يعطيك العافية يا بروف يا أخي، يعني دي حاجة جميلة والله، وأتمنى إنه الناس الشباب وكذا يعني الحاجات دي يستفيدوا منها عشان يطوروا نفسهم. طيب يا بروف. طيب أنا بس داير أعرف المدن يا بروف اللي تنقلت فيها يعني بحكم شغل الوالد عليه رحمة الله. اللي هي اسمها القربة وأم درمان. القربة سنار وعسلايا. وبعد ذاك اللي هو النقلة بتاعة أم درمان، يعني الجزء الكبير منها في أم درمان في ودرو. أوكي. لكن إحنا طبعاً أصلاً الروت بتاعنا بتاع الوالد نحنا من غرية سيما قندتو، والغرية دي يعني من القرى هنا، إحنا الأريا بتاعة قندتو والضوياب وشندي، وهي ده الصايد بتاعنا بتاع الوالد، ويعني وحدات من القرى الجميلة جدا والبسيطة جدا، والفيها مكون يعني جزء كبير من التأثير علينا، إنه
معظم الناس اللي فيها هم في مجال التعليم. فأنا كل أعمامي حتى الوالد رحمه الله قبل ما يمشي يقرأ هندسة يعني كلهم لازم يمروا بمرحلة التعليم. عندنا التعليم ده زي جينيتيكلي إمبيديد، يعني مشهورين جدا الناس عندهم دي هم في التعليم هي الشرطة، يعني عندهم صايدين كده هم they are very well known on it. يعني في الشرطة كم مدير شرطة في تاريخ الشرطة بتاعت السودان؟ مدير على ثلاثة مش كده؟ ثلاثة. وبعدين في الغضاء طبعا يعني هم عندنا اللي هو يعني أخونا الله يرحمه حيدر أحمد دفع الله اللي هو عم أخونا أنور هنا. فعندنا في areas يعني لكن التدريس، وأنا حتى الـ يعني الجينيتيك بتاع التدريس مع أنه أنا مشيت الصناعة بعد الدكتوراه دي مرحلة تانية بحكي لكم، لكن رجحت للتدريس. فعندنا جينيتيكلي مع العملية بتاعت التدريس دي غايته سبحان الله، فدي برضو لكن ما عشت فيها جزء كبير. أهل الوالدة اللي هم من أم درمان، إحنا يعني الرودس بتاعتنا من بدري طبعا، لكن من المهدية أن هندي اليوم درمان، وفي المنطقة بتاعت السنتر بتاع أم درمان جنب تسهري دي يعني حي السيد البكري، لكن عشنا فيه والدرو اللي هو معظم أهلنا للوالدة في هذا الصعيد. طيب يا بروف، ننتقل للمرحلة بتاعت الجامعة. أول حاجة يعني الكلية أنت اخترتها كيف، وبعد ذاك يعني نخش معك في 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 رحاب الجامعة يعني. كويس، الجامعة طبعا هو جامعة الخرطوم طبعا، يعني في زمننا نحن كل الناس كور فوكس بتاعنا في الحياة هو جامعة الخرطوم، ودارين ندخل جامعة الخرطوم وكذا. كلية الهندسة كانت وكانت يعني من التجارب الجميلة، لكن احنا انا اظن يعني انا استمعت طبعا ياهو للغاء بتاع اخونا دكتور بكري علي حكى لكم ان احنا كنا اول دفعة، يعني ناس بكري دي اللي ليتر، لكن احنا كنا اول دفعة يحصل فيها حاجة اسمها القبول الموحد. فجأة كده قرروا، كانوا عملوا قبل كده بدري جدا، فقاموا عملوا حاجة اسمها القبول الموحد. القبول الموحد ده بانه الطلبة اعداد رياضيات واعداد احياء، اعداد رياضيات ما هندسة، إعداد الرياضيات دي فيها كل الهندسات زائدا علوم رياضيات. اللي بيطلع مننا بس السكول اوف ماث دي البراهم دي السفري، وإعداد أحياء دي فيها كل الرصة من طب لبيطرة لصيدلة لأحياء العلوم أحياء لكل الرصة بتاعت الأحياء. فإحنا كنا دخلنا تو ستريمز، انت طبعا لو رياضيات تخصص بتخش. فكانت تجربة يعني جميلة جدا في جامعة الخرطوم. بعدين كانت دي المرحلة الديمقراطية، احنا لما دخلنا 89 اللي هو كنا لسه في المرحلة الديمقراطية، كنا very powerful. الجامعة دي كانت في أوج مجدها، وبما انها كانت في أوج مجدها كان تحدي كبير جدا لنا انه نركز في العملية بتاعت المحاضرات والدراسة وكده. كنا very excited. اول حاجة طبعا القصة بتاعت مجدي انك دخلت جامعة الخرطوم دي في السودان كان عندها يعني هيوج ريسبكت، والناس كانوا بشوفوك يعني زول غيم كده، تشعر بغيمتك يعني. وبعدها جينا الجامعة، ندوات سياسية وأنشطة ثقافية وحلقات، يعني الجامعة دي عالم لوحده. وكنت أنا يعني أخوكم ما كنت very excited بالقصة دي في سنة أولى، ما كنت focus at all في القصة بتاعتي إنه أنا عندي تحدي بتاع إنه أنا حقه أخش على الهندسات، وبعدها حقه أنافس في مجالات التخصصية بتاعت الهندسات وكذا. فسبحان الله يعني النقلة بتاعت جامعة الخرطوم دي كانت يعني نقلة كبيرة جدا بالنسبة لي، ودخلت في الحياة. فمعظم الناس كانوا معي في سنة أولى حتى ما كانوا عارفين، كانوا بيسموه في سنة أولى ده بيسموه البرلوم. فمعظم الناس ما كانوا متخيليني برلوم، لأنه أنا حايم في الجامعة وفي النشاط وزي أنا سينير يعني. أنا وكنت I am pretending إنه أنا سينير، لمش اقتصاد يتونس لك مع ناس اقتصاد، لأن البرامج دائما بيكونوا مساكين ويكونوا كونتيند، ودائما الناس يعني بيلعبوا بهم السناير and they are cheating them وبتاع. فكنت أنا عامل فيه زول في التيح، وكنت enjoying قصة الجامعة دي يعني الحفلات والأنشطة الثقافية والندوات وكانت عالم يعني في جامعة الخرطوم. واكتشفت متأخر جدا بعد الإكسايمنت الكل دي إنه أنا حقه امتحن. وزي ما قال يعني أخونا الصحفي الكبير الطيب الله يدي العافية، فهو كان ورانا فقال إنه هو كان في قانون، قال إنه هو لما دخل جامعة الخرطوم ما كان متخيل إنه متخيل إنه حد الامتحانات دي بس الشهادة اللي بيدخلوا جامعة الخرطوم، تاني ما في أي امتحانات، إنه القصة دي كلها الجامعة دي البهجة دي يحضر لك محاضرة كده يمشي لقدام يعني.
فنحن انا عملت نفس الحركه دي يعني. انا في سنه اولى كان فيري اكسايتد بقصه الجامعه دي، ما وعيت لانه في امتحانات، وامتحانات مصيريه انها تحدد انك انت تمشي وين يعني، ما قصه انه امتحانات عاديه من سنه اولى لثانيه وكده، الا فضل الامتحانات دي شهر ولا حاجه وعيت لانه انا اي هاف تو ريتش اوت يعني، انا اي هاف تو جراسب وان اي هاف تو ابدا اقرا واجهز الامتحانات، وكان تحدي كبير جدا. وعندي فيه يعني ذكريات جميله جدا في انه يعني التحدي الكبير ده يعني، لو سمحتوا ليكم احكي لكم واحده قصه من القصص الجميله جدا. فكان عندنا ماده اسمها داينامكس. الداينامكس دي عندها جزء بندرسه في الفيزيكس وجزء بندرسه في الماثيماتكس. فيعني انا من شده ما انه انا كنت تيكين ات ايزي في مواد، ما هم الناس ادوني امبريشن انه اصلا ما كنت يعني الوقت ذاك ما كنت قصة الفوكس في قصة حضور المحاضرات وكده. أنا ما بنصح أي زول من الناس يعمل العملية دي يعني، أنا لما بحكي ده بحكي في history. It's not that I'm recommending anything. This is a يعني that was a different life. كانت في فترة يعني للسودان في تاريخها غريبة جدا يعني، كانت فترة مميزة اللي هو بعد الناس اللي نحن في سنة أولى حصل الانقلاب المشؤوم. نحن في سنة أولى يعني. فلكن قبالة كانت في فترة جميلة جدا، نحن عشنا آخر عهد الديمقراطية اللي هي كانت في السودان، اللي هي كانت جزء كبير من المنظومة بتاعت النقلة بتاعت السودان في الوقت ده، كان الناس يأداء بوصل ماكيوريتي فيها يعني to some extent. فالمادة بتاعت الاستاتيستيكس دي I guess ولا الدينامكس I believe the dynamics sorry كان في جزء في الفيزيكس وجزء في الماث. فأنا somehow امتحنت الفيزيكس، فقاموا الناس ادوني قناعة بأنه بتحت الماث دي ايدنتيكال يعني، انت ما في داعي عادية يعني القصة دي، انت بتعرف دي بتعرف دي. فسبحان الله كنت بيزي بحاجات تانية يعني. فلما جيت الامتحان بكرة قمت بالليل، انا نمت يعني، انا جيت ارام ريلاكسين، والامتحان بكرة قمت بالليل جاتني خوفة زي الساعة 2 صباحا ولا 3 صباحا، لانه I have no clue انه المادة اللي انا ماشية بكرة دي هيشنو بالضبط. كان معي اخونا يعني بشرى ادم، والله يدي العافيه، من اخواننا الاعزاء، وساكن جنبي في البركس في جامعه خرطوم. طبعا كنا ساكنين في الداخليه في البركس، وفي داخليه سيما اربعات، فبشرى ده جنبي وجاري من مدينه ربك. فاخونا بشرى ده انا قمت صحيته من النوم الساعه 3 صباحا، يا بشرى يا اخي معليش لكن انا داير الكراس بتاع هو طبعا زول نايم يعني، قام قال لي اخي الكراسة في الدولاب، افتح البتاع ده في الدولاب امشي، المهم انا قلت لي كراسة. فانا لما لقيت الكراسة دي وقعدت اقرا لقيت فعلا انه حسب كلامه انه القصه دي ايدنتيكال، ما في مشكله. للصباح قريت ومشيت الامتحان، فالامتحان اربع اسئله، ففي السؤال الاول يس فاميليار الفيكتور اناليسيس والحاجات دي واشتغلناها. السؤال الثاني كلام غريب، السؤال الثالث ترى اغرب منه، على الرابع حاجة تانية. بعدين الامتحان ساعتين أو حاجة، الناس دي مما قالوا مضى نصف الزمن، نص الفصل ولا ثلاثة أربعة مرق يعني الامتحان ده كان. وكنا في قاعات بتاعت العلوم، يتذكر قاعات بقزاز الحيط، ما هناي الحيط، ما حيط اللي هو انت you see الناس outside they are very exciting، وبعدين بيضحكوا بيتونسوا برا انت شايفهم يعني، وانت قاعد مستغرب انه الكلام ده انا ما قريته، انا قريت كراس. والكلام السؤال الثاني والثالث والرابع ده ما في يعني الكلام ده يعني الحاصل شنو بالضبط، والناس دي بتضحك ومرق. فالمهم غايته يعني ظبطت اموري كده ومرقت. فقمت طوالي مشيت لي بشرى، قلت لها يا بشرى يا اخي كيف انت الكلام ده الناس دي تمرقت والناس دي بتضحك وبتاع هنا يا اخي، انت الكراس انا قريته الكلام ده ما في. السؤال الثاني قام قال لي يعني من اخذنا ما شفت لك كراس، انت الكراس بتاع الماس الاول. فقال لي يا اخي انت قريت انت الكراس ده قاعد، انا لقيته قاعد الصباح، قال لي انت ما شلته. فسبحان الله لانه هي كانت مع مواد ثانيه اتشايلت يعني، كانت يعني مع مواد ثانيه، فكانت ذكريات جميله جدا طبعا في جامعه خرطوم. وبعد ذاك وصلنا فيها اللي هو اختياري للهندسه الكيميائيه. اول حاجه انا طبعا زي ما قلت لكم الوالد رحمه الله مهندس كيميائي، لكن وكنت بشتغل في مصانع السكر دي، في بنشتغل عمال كتكو. عمال الكتكو دي السيزون الليبر اللي بيشتغلوا اثناء الموسم، فلما تأجز المدرسه بنمشي نشتغل في المصنع، كنا بنطلع لنا جريشات كويسه.
اهم من الجريشات كان بدون ربع شوال سكر. السكر ده كان غريب جدا في السودان، اهم من القروش. بيع ربع الشوال ده ومن انكسي، يعني انت بتمشي الهناي دي للمدرسة وبتكون عندك جريشات. كنت بشتغل، فكنت فاميليير بالقصة بتاع قطع السكر، وقطع السكر جزء كبير جدا من الديمونستريشن بتاع الهندسة الكيميائية، فيه سو ماني من الاليمنتس. لكن سبحان الله ما كنت اترس. ولما مشيت نفس القصة، انه انا عندي سيفيرال اوبشنز، ويعني انت لما تمشي طبعا كانت السيفيل، المعمار منفصل، المعمار ما كان معانا في القبول ده، المعمار ده ما تبعنا على الاطلاق. المعمار وسكول، المعمار دي يعني الاخوه هم طبعا يعني في المجالات الهندسيه المميزه، لكن كانوا مختلفين من باقي الهندسه، بيقوم يشاكلوني جماعه هم اصحابي شيء ناس هاشم يعني هم طبعا الارض فيهم امبيدد، هم ناس فنانين جدا وعندهم الارض، لكن كانوا منفصلين مننا. فعلى العموم انه انا كنت ماشي هندسه ميكانيكا، وما لسبب ما اي هاف زيرو انترست، يعني ما كنت عندي اي معلومه الوقت ذاك. يعني انا حسي ما شاء الله اولادي بيفور ذي جيت تو كوليدج عارفين تماما هم داير يقولوا شنو ليه كويس، وانت يو كانوت ايفن ارجو، انت ما تقدر تغلطهم ولا تقول لهم بيعملوا الحاجه لانه بيزو معرفه. ان احنا هناك التوزيع بتاع الكليات والجامعات ده بغرروا ناس ثانيين، يعني قصتي انك انت تمشي ناس الحله، يعني انت عندك انت شاطر، يعني انت تمشي لازم تمشي هندسه يا طب، ما عندك خيارات، يعني انت الاوبشنز ما حقتك. الاوبشنز از ا كوميونيتي، يو ار نوت ايفن ادوكيتنج يور سيلف اباوت اني ثينج، انت بتكون عارف التفاصيل دي، بتخش مع الجماعه لما تبرق بتشيل الشيلر كورسات كورسين ثلاثه فيعني فسبحان الله دي قصه برضه جميله احكيها لكم، بما انه جينا القصه دي فعندنا يعني صديق عزيز جدا هو حضر الدكتوراه بتاع ماثيماتكس في جامعه تكساس اي ان ام، انا هو في كوليدج ستيشن، فهو ذول بتاع ماثيماتكس وذول شغال مع ناس ناسا في ديزاين وبتاع، فقام قال لي حكى لي قال لي يا اخي، وكان ذول شاطر جدا ومن الاوائل، فقال لي يا اخي وهو من دنقلة، فقال لي سبحان الله انا ماشي سكول اوف ماث وماشي سكول اوف ماث اوف رغبه، حسي ون اوف ذا سوبيريور جايز ان ماثيماتكس يعني كويس. فقال لي يا اخي لما جيت قاموا الناس سالوا الوالد، قال لي الوالد كان خجلان جدا من قصتي انه انا مشيت سكول اوف ماث يعني في ناس الحله وبتاع، فقال لي يا اخي الناس قاموا سالوا، قال له يا اخي انت ولدك ده ما كان شاطر، هو كان من الاوائل بتاع الشهاده السودانيه، يعني انت ليه يعني ماشي يبقى مدرس هم متخيليننا؟ فقال لي يعني عايش في امريكا، انا ركبت مع سواق تاكسي، قلت له يا اخي انا سالني انت بتشتغل شنو ولا بتاع، قال لي انا زول بتاع ماثيماتكس وشغال مع ناسا، قال لي بتاع التاكسي ده يعني ابجل القصه دي ابجال مبالغ فيه يعني، وهو it shows انه يعني ان احنا ريلي العمليه بتاعت الادوكيشن بتاع الديسيبلين ده مهم جدا انه نخلقه في السودان، انه كل شخص عنده مهارات محدده عنده رغبه في مجالات محدده. الكلتشر ده احنا ما عندنا في السودان، انا اجس انه ما الحقيقه ديما الى الان الناس عندها شعور، في ناس مميزين. انا بالمناسبه ما كنت داير اقرا حتى هندسه، انا كنت داير اقرا اداب، انا كنت شاعر من انه انا شاطر جدا في الانشاء، وكنت بحب جدا قصة الإنشاء وقصة الجغرافيا وقصة، وأنا كان لو أنا تراكوني أنا ما كنت حامشي في المجال الهندسي ده بالمناسبة، يعني أنا لو كنت في الزمن ده اللي هو بتاع أولادي ده، يعني حسنا مثلا بنتي الصغيرة دي قررت she is doing extremely well in mathematics and science، لكن دايرة تمشي حاجة أدبية أصلا، ولا دايرة تمشي، مع إنه مواد في الأدبية المواد الآن في الثانوي أقل من مواد في المواد العلمية، لكن هي دائرة تمشي في المجال الأدبي. She feels herself you cannot eat حتى تناغشها ويسي إنه يحقه تعمل شنو. يعني أنا يعني دفرت دفرة للعملية تحت الإنجينيري دي، أنا ما عندي فيها رغبة، ولما دخلت الجامعة أصلاً أنا كنت ماشي ميكانيكا دي ساكت يعني أصلاً، واحتمال لأنه أنا في سنة أولى دي تفسحت نجحت في كل المواد بالمناسبة، لكن ما بتدخلني مدنية مثلا ولا كهرباء، الاولى كان مدنيه الثانيه انا بدخلني ميكانيكا، قلت يا اخي انا اخش ميكانيكا وما فرق معايا يعني القصه. فسبحان الله في الانترفيو قام لقاني واحد من الاساتذه بتاعي من وزميل الوالد رحمه الله، انت منو؟ انا كده في الانترفيو بين الطلبه من اولى للثانيه، قال لي انت زولنا، انت كيف انت ابوك يا اخي وابوك زميلي واشتغلنا في صناعات الهناي، وكانوا في شغل بتاع جزء كان في باتا اتذكر زمان باتا، وبعد ذاك مصانع السكر ويا سلام، وانت قال لي انت زول ولدني انت بتعرف شنو عن الهندسه الكيميائيه؟ قال لي انا والله ما اعرف اي حاجه، لكن انا في صناعه السكر عملت كذا، وقال لي اخذ كل الهندسه الكيميائيه، اللي الحاجه اللي انت عملتها كعامل بتحكيتها كود الهندسه الكيميائيه، انت الان حتشوف انه كيف البروسيسز دي والديزاين بتصمم كيف،
الاسس بتاع الحياه اللي انت اشتغلت فيها دي كيف بتاع. وانا خيله يعني، انا الوقت داك برضو خيله منه، ما بقدر اقول له يا اخي انا ماشي ميكانيك. وجاي انت طبعا انا بالرهبه جاي بتاعت الاساتذه في المتوسطه وكده، ما بقدر انه انا تو ارجي معاه شديد. لكن عجبتني الفكره في انه يا اخي انه فكرتي انه انا حصمم، وانا كنت شايفه انه الخواجات دي البالغوا في الحاجه اللي عملوها دي، يعني الكرياتيفيتي بتاعت الحاجه دي، الحجم بتاعه وانها شغاله كيف، والميلينج بتاع القصب وبعد ذاك الكريستالايزر ده، كانت حاجه اميزنج بالنسبه لي انه كيف القصب ده من عصير بيتحول لكريستالز. فكنت شغال في الهنايات دي، ان احنا بنديهم بيجيب لهم الباكتس انه هو غلايه وفي زي مرايه انت بتشوف البتاع نازل بكبه سكر من فوق، جرد البتاع سكر، السكر ده بيبدا الانيشيشن بتاع الكريستالايزيشن جروث، العمليه بتاع عشان يبقى بنفس الحجم بتاعت الكريستالز دي، انه سكر جاهز انت بتكبه من فوق. فانت يوفلو الستوري دي ان يثينوا الكريستالز دي بتحصل كيف وبتاع. فكنت مستغرب انه نازل فكروا في القصه دي كيف، وكيف انه وصلوا لمرحله صمموا لهم حاجه ضخمه زي دي، احنا نطلع بالسلم عشان نشوفها من الشباك بتاع القزاز زي عشان نشوف انه. فكنت قام قال لي يا اخي الكلام ده كله انت حتدرس انك انت كيف تصممه. فهي جوت مي اكسايتد يعني، وسبحان الله يعني هو ده كان بدايه مشواري يعني. الوالد رحمه الله ما اثر على انه انا ابقى مهندس كيميائي، وهو انا يعني هو مهندس كيميائي وعاش عمره كله في، لكن يعني اللحظه تحت النقاش اللي حصل بيناتنا ده يعني اداني، لما سالني انت كنت بتشتغل في شنو، فحول لي مساري في الحياه. وهو دكتور محمد عبد الرافع ربنا يديه العافيه، ويعني واحد من العلماء السودانيين الاجلاء، وساهم مساهمات كبيره جدا في مجال الهندسه الكيميائيه وفي مجال الصناعه اليوم. يعني كان هو مربوط ذاته فيري براكتيكال، لانه عنده فيري براكتيكال باك جراوند. هناك دخلت في الهندسه الكيميائيه جامعه الخرطوم، وعشت تجربه في جامعه الخرطوم مميزه جدا، لو عايزيني ممكن احكي لكم لانه يا ريت والله. بس قبل ما انا بس اشير، لانه الناس ما شايفينك في الفيسبوك، لو ما محتاج ليها كويس. يعني احنا اتكلمنا عن جامعه الخرطوم الان صح؟ الشير نوقفه كويس، ستوب شير جدا اللي هو احنا. ايوه تفضل. تمام اتفضل يا بروف واصل. جدا كويس. التجربه بتاع جامعه الخرطوم دي نمشي يعني في جامعه الخرطوم، زي ما قلت لكم احنا كنا وي ار فيري اكسايتد بالعمل السياسي في جامعه الخرطوم، وللاسف طبعا حصل الانقلاب ونحن كنا في صفوف المقاومه. يعني جامعه الخرطوم كان من اول الاجسام اللي بدت مقاومه الانقلاب دي في اول عهده immediately، ونحن كنا طلبه في الجامعه وهم كانوا عارفين التاثير بتاع جامعه الخرطوم وقوته، فعشان كده كانوا جاهزين لنا يعني. وناسهم وكانوا هم ماسكين الاتحاد وكده، والقصه دي كانت يعني بالنسبه لهم هم كانوا لازم يلجموا يعني هذا الفرس الهايج ويخطونا في قاعدونا في محلتنا وكده. فبدت اول يعني عملنا في العمل الثوري دي كانت يهوذي مظاهرات، طلعنا مظاهرات كبيره واستشهدت فيها سليم والتاير. كان الأول فأنا بذكر ذاتي في يعني أنا بذكر هذا اليوم جيدا يعني سبحان الله، وبذكر الناس اللي كانوا جنبين. ونحن طلعنا يا بروف الكلام دي I guess إنه هو 89 يعني 89 أو بداية 90 فنحن طلعنا في شارع الجامعة، وكنا هم نطجع في الجماعة ديل، وهم كانوا قدام مسجد الجامعة واقفين جو وذا. احنا طبعا عهدنا في انه كل المظاهرات دي يعني انت يا هو بيضربوك بومبان بيضربوك بتاع، فالناس ديل بدوا الرصاص بدوا يفكوا الرصاص يقيم لهم القصه دي، فشنك ساكت فشنك. المهم يوم 6 ديسمبر 1989 ايوه، بس القصه دي فهو ده كان يوم حزين جدا. هي طبعا احنا كنا برا الجامعه، بعد ذاك دخلنا جوه الجامعه اكتشفنا انه يعني استشهدوا. يعني لما دخلنا جوه الجامعه احنا سكونا طبعا، وحصل ضرب الرصاص، وكان يتذكر فيه واحد من العمال اللي ضرب رصاصه في رجله عرفناه، وكان في واحد من الفنيين في كليه الهندسه اسمه جمال لو اذكر هذه المعلومه، وعرفنا انه بعد ذاك الرصاص جد بضرب جمال دي في رجله، يعني ضرب رصاصه في رجله بعد ذاك الناس شالوا ودخلنا جوا الجامعه. وبعد ذاك هو عرفنا بالاستشهاد، وكانت واحده من اللحظات المؤلمه جدا. وبعد ذاك تحول كل الجامعه لعمليه بتاعت مقاومه، ومقاومه كانت ممنهجة، وفعلا نجحنا في 91 احنا يعني ننزع الاتحاد طلاب جامعة الخرطوم بحركة المحايدين، كانت حركة شاملة و
وشالت كل الروابط الطلابية اللي بتمثل كل الكليات، ومن ثم نالت الاتحاد. وفي 91 كنت أنا very excited طبعاً بالعمل السياسي، الوقت ذاك ما ركزت في المجال الأكاديمي. في 92 اللي هو كان مأمون حميدة مدير جامعة الخرطوم، اللي هو حصل العملية بتاعة الاتحاد، تم احتغال كل اللجنة التنفيذية تحت الاتحاد، ومن ثم غرروا الطلاب مقاطعة الامتحانات لأن زملانهم ديل كانوا معتقلين. والمقاطعة دي أدت لتجربة صعبة جدا في الحياة مرينا بها في حياتنا، ومن التجارب اللي غيرت مسار حياتنا. يعني سبحان الله أنا في مقاطعة الامتحانات أنا ربتها السنة لأنه قاطعت الامتحانات، ويعني هي تجربة صعبة، وحتى ما قدرنا نكمل المسار كامل للنهاية. في ناس اترفضوا من جامعة الخرطوم تماما تغير مسار حياتهم، كانت تجربة قاسية جدا. بعدها تحولت تماما للتركيز الأكاديمي. يعني التجربة دي كان فيها تحدي شخصي بالنسبة لي، بأنه يعني القدرات بتاعتك كيف إنها هي تتحول، وإنك كيف طاقاتك دي بأنك تهزم بالعلم. يعني شعرت بأنه يعني إحنا القصة بتاعت السياسة دي هزتنا وكده، وكانت نقلة شخصية كبيرة. فسبحان الله أنا دائما بقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني المرحلة دي غيرت مسار حياتي اللي هو وصلتني إلى أنا ما فيه الآن. يعني لو كنت واصلت بنفس المجال ذاك، يعني كنت ما أظن أنه أنا كنت حكون في هذا المجال الأكاديمي، ولا كنت حواصل فيه في الدراسات العليا. وتشرفت بأنه أنا يعني بعد ذاك تحولت للمجال الأكاديمي، وبعد ذاك تحولت القصة فيرست كلاس، والحمد لله. يعني مع أنه أنا بدايتي كانت عادية جدا وربت السنة، لكن سبحان الله أنه أنا ما أعرف هل حصلت قبالي ولا ما حصلت قبالي. أنا المعلومة دي ما متأكد منها إلى الآن، إنه أنا واحد من أوائل الناس I'm assuming التخرج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الخرطوم، وأنا ريبيت، لأنه I guess إنه الفيرست كلاس أونرز هي GPA صح، وأنا قبالي ذاته من الهندسة الكيميائية كان قبال 8 سنين أو ما يقارب شخص تخرج بفيرست كلاس. ففي جامعة الخرطوم كانت قصة الفيرست كلاس صعبة جدا زمنا، يعني كانت سنين طويلة جدا ما بكون في زول فيرست كلاس ولا حتى سكن برا أحيانا، كم بتبدأ من سكند كلاس وانت نازل وكده. فيعني ربنا وفقني، تخرجت في سنة 94 في ديسمبر 94، وسبحان الله تخرجت في نفس السنة الدفعتي الأصلية. خرجوا في 94 دي دفعتين، دفعة I believe إنه شهر 3 أو 4 ودفعة شهر 12، فضغطوا لنا السنة عشان كانت سنة الريبيت وكانت فيها المشاكل وكذا. وتخرجت الحمد لله في نفس السنة، وتخرجت بمرتبة الشرف الأولى بفيرست كلاس من الهندسه الكيميائيه. فما متاكد والله هل انا، لانه يعني عارف انه البورد ما حقه او مجلس الاساتذه ما حقه يجيز لك لانه انت ريبيت في الريكورد، لكن اي بليف انه في ناس ابيل فور مي انسايد مجلس الاساتذه. لحد ما طلعت النتيجه انا ما كنت عارف انه انا عارف انه اون جي بي اي او بي فيرست كلاس، لكن هل انه اي ويل غانا بي جراديويتنج ماي فيرست كلاس اونرز ولا لا، ما عرفتها الا يوم طلعت في البورد. لما اتعلقت في البورد قدامي وكنت very excited لما عملت حاجز حركة، كنت ساي بعدها مباشرة مركتها وفي شارع الجامعة يعني. فكنت very excited بالقصة دي، وداير يعني فرحان بإنه مش أوصل الخبر. الزمن داك ما كان في موبايل فون طبعا ولا في تلفونات ولا في شيء تحق وتمشي البيت سريع توصل الخبر. فالحمد لله، لكن يعني كان رغم الحادث ويعني ألم وكده، لكن كانت أخبار جميلة جدا والدة يعني بالتأكيد أخبار جميلة. طيب يا بروف، يعني ممتع بروف ما كان النازل حيندم، ما كان حيندم لو ما خرجوا بفيرست كلاس. لا لا والله أنا ما أعرف طبعا، لكن هم في ناس جوا السند بتاع كلية الهندسة أنا شاكر لهم ومقدر، ما أعرفهم والله هم منهم، هم mostly they defend my case إنه الشخص ده لأسباب محددة I'm not sure والله، لكن أنا based on my best knowledge at that time يعني، لكن ما كنت عارف لحد آخر لحظة إنه أنا I will be graduating. الحتة دي تحديدا يا بروف، يعني احنا شفنا مثلا النظام بتاع جي بي اي في جامعه الخرطوم اللي هو اوت اوف 10. نعم، لما تيجي تعمل له الايكويفالنسي بتاعه في جامعات في بريطانيا ولا في امريكا بيكون حاجه صعبه جدا وبتظلم الطالب، حتى لو متخرج ب 7.5 ولا 8 ولا كده، مش كده؟ لا ابدا، بنعرف القصه دي. احنا انا في الجراديويت كوميتي في جامعه تكساس. أيوة. نو السكيلينج بتاعنا بنعرفه، بنعرف انه الجامعات دي يعني ال 7 بلس ده في سيستمز بنعرف من هيستوري جامعة ده مقابل لفور، قريب لفور أو لفور. نعم. وينو لأنه الهند نفس القصة، السيستم البريطاني ما هو
السيستم البريطاني دي اوبريتنج بالطريقه دي، وعارفين احنا عارفين الديفيكولتي في الكلاسز، وعارفين يعني بنجمع داتا عن الجامعات وكده. وده واحد من الجزء للشباب اللي بيقدموا للجامعات في امريكا، انه ميك شور انه عندك كونكشن جوا الجامعه، يعني انت دو نوت جو بلايندلي، حاول انك تعمل سيرش، قدم للجامعات اللي انت ممكن تعرف فيها زول عارف مستوى الجامعات دي. تجربتي انا غايته اللي هي ساعدتني في التقديم بعد ذاك للدكتوره، وهو يعني واحد من اساتذتنا الكرام بروفيسور احمد ابو سعيد. معليش انا طولت عليكم على لا لا بالعكس يا بروف. اول حاجه الناس اللي معانا في الفيسبوك مرحب بيكم ومستمتعين جدا، وبرسلوا لك في يعني السلام والاحترام يعني مستمتعين والله صراحه. شكرا يا بروف. انا ما عارف طبعا ما متابع. ايوه انت ما حتقدر تشوفها مع الزوم. طيب نحن قبل ما نمشي لك نمشي للدراسات العليا، الموتيفيشن اللي خلاك يعني من طالب يعني ما دارين نقول بيهايند، لكن ما كنت مياخذ الموضوع سيريس وجا قلب لحد ما شاء الله اتخرجت بالنتيجه المشرفه دي، الموتيفيشن شنو يا بروف؟ الموتيفيشن انه الكسره اللي حصلت لنا بعد مقاطعه الامتحانات نمبر 1، وفي سبب شخصي ثاني. كويس، انا زوجتي دي كانت معي في الجامعه وكانت في كليه الطب، احنا وي ار ذا سيم باتش، فبقى سينيور علي. كويس، ما مشت. ناس الطب ما قاطعوا الامتحانات لانه جاتهم بعد ما المقاطعه از اوريدي ايفولف، يعني البروسيس انكسرت. فانا بعد اي هاف تو بروف ماي سيلف ان ذا سيستم، يعني ما انت يعني انت كنت ان ذا سيم باتش، انتوا في نفس الدفعه. فده واحد كان من الكراتيريا يعني، وهي ساهمت والله مساهمه كبيره جدا في العمليه بتاعت التفوق الاكاديمي ده، لانه كان واحده من الدوافع في انك انت تبروف انك انت يو ار كريديبل. والحمد لله طبعا اتخرجنا في نفس السنه لانه هي 6 سنين وانا 5 سنين، ف وي جراديويت ان ذا سيم يير، لكن نيفرذليس انه هي مشت خطوه لقدام. لكن واحده جزء كبير جدا منها، واقولها بكل صراحه، الانكسار. واحدين قالوا لنا انتوا قاطعتوا الامتحانات لانه انتوا ما جاهزين للامتحانات وما كنتوا حتنجحوا، فقلتوا اتس بيتر ذا ماي بي ون اوف ات يعني، لكن از نوت ذا مين فاكتور. يعني المين فاكتور انه يعني الشعور باثبات الذات. احنا في انا وصلت مرحله بعد مقاطعه الامتحانات دي انه اخلي جامعه الخرطوم واطلع من السودان. فعلا بديت انه تو سيرش اوبشن ثانيه، وبديت انه حتى الجامعات الروسيه وكذا، بانه انا مولود في موسكو يعني اي كان فاين تشانسز وفي لغات، وبديت جامعات ثانيه افتش وكذا. فكانت بالنسبه لي يعني نقله كبيره يعني على المستوى الشخصي. لكن قررت بعد ذاك انه بعد الحزن ولحظات الالم وكده انه يا اخي انا اي هاف تو دو سمثينج كومبليتلي ديفرنت. فربنا سبحانه وتعالى يعني الهمني، عشان كده الناس نيفر جيف اب يعني. انتوا كلكم الشباب المميزين اللي بيحضروا في الكلام ده عندكم كابابيلتيز كبيره جدا. ات از اول اباوت هاو يو جيت ات اوت، كيف انك تطلعها من جواك، وكيف انك تستخدم طاقاتك دي، وكيف انك تبدح فيها. يعني لو لاحظت كل الحياه دي من الجمعيه الادبيه، لا كنت زول بيتكلم وكنت زول مسكين ساكت وبتاع وشليك دخلت في نص الناس. فالحمد لله يعني things work out. والقصص بعد ذاك بتاعت المسار الأكاديمي في جامعة الخرطوم أيضا يعني I was never intended. أنا كنت مبتهي جدا في جامعة الخرطوم دي بحفلاتها وبال يعني الستايل بتاع اللايف اللي فيها. وبعدين في سنة تانية دي أنت لما تشيل المسطرة ما عندنا أي سبب كان بيشيلنا التي سكوير. يعني الشباب الصغار ده ما بعرفوا التي سكوير. طبعا التي سكوير دي احنا كنا نعمل بيه دروين. أول شيء احنا بتاعين هندسة كيميائية، عندنا الدروين ده كورس واحد، لكن كنا بنركب بيه المواصلات بس شعور انه انت طالب هندسه في جامعه الخرطوم. فكانت ده غمه الميت بالنسبه لنا. فكنا it is more on the showcase، جامعه الخرطوم دي بالنسبه لنا on the serious than the serious level. فلكن سبحان الله يعني تغيرت الظروف، و يعني الواحد غيرت له حياته. فعشان كده يعني لبروفيسور مأمون حميده لو بيسمعنا الان، انه عسى يعني تكرهوا شيئا ربما اراد لنا شيئا واراد الله لنا شيء اخر خيرا عظيما يعني. فربنا سبحانه وتعالى غير بها مسار حياتنا، وغيرت فعلا مسار حياتي لمسار مختلف جدا. فالحمد لله رب العالمين يعني، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. الله يديك العافيه والله. اول حاجه خلينا عبرك يعني نرسل يعني التحايا والاحترام للمراه التي وقفت يعني خلفك يعني، فبقول وراء كل رجل عظيم امراه، ف شي بروفيت يعني. الله يكرمك، تسلم. هنا اي محسي شغاله طبعا بكره صباح فجر في المستشفى. يبلغ ان شاء الله. طيب يا بروف، بعد الخضم الجميل ده، الجمعيه الادبيه، مصانع السكر، جامعه الخرطوم، العك السياسي اللي حصل بعد ذاك، النقله للدراسات العليا. نعم، كويس انت ما خليني انا ارجع لك ثاني للسلايدز. انا
جدا بس بتريحني انا فيه، بتذكر الحاجات وبتريحني يعني. احنا وصلنا لحد جامعه الخرطوم والعكس صح؟ صوره ظاهره عندكم؟ ايوه نعم واضحه كويس. جامعه الخرطوم هنا ايوه القصه كلها طبعا انه كويس. نمشي للمرحله اللي بعدها كويس، اللي هو يعني دي واحده من النقلات الكبيره، انه زول بعدك مشى وين يعني. زول مشى في الحاجات اللي قدامكم دي اللي هي في دول مختلفة حول العالم. أول حاجة يعني ده برضو قرار يعني كان سبحان الله ربنا هداني ليه، واللي هو إنه أنا اتخرجت فيرست كلاس، وحتى قدامي ما في ناس كتار في جامعة الخرطوم اتخرجوا فيرست كلاس. كان يعني هو الآن موجود أستاذنا حسين سالم كان قبالي فيرست كلاس، كان بيحضر في ألمانيا، فأنا كان ممكن أتعين معيد في جامعة الخرطوم، وده كان قمة المجد. لكن جاتني نصيحة من يعني دكتور بروفيسور عبد الشكور في قسم الهندسه الكيميائيه جامعه الخرطوم، قال لي يا اخي امشي الجامعات الجديده. فانا كنت من المؤسسين لجامعه الامام المهدي، ادعينت مباشره بعد مدير الجامعه وعمداء الكليات، وهي كانت مكتب في الخرطوم، وبعد ذاك مباني ستستلم. فاول ما تخرجت قررت انه انا بديت ادرس في جامعه الخرطوم وان سمستر، لكن قررت انه امشي انا جامعه الامام المهدي دي، وكانت تجربه مميزه جدا. اول حاجه كان هو عبارة عن تأسيس جامعة. أنا طبعاً لو معيد في جامعة الخرطوم مكتب مدير جامعة الخرطوم ما بشوفه، خلي المدير، هو مكتب عميد كلية الهندسة ما بشوفه. لكن لما جيت جامعة الإمام المهدي أنا كنت بقعد مع العميد ومع سوري مع مدير الجامعة ومع عمداء الكليات في طرابيزة واحدة. يعني سبحان الله دعينا نحن اثنين مباشرة بعد مدير الجامعة وعمداء الكليات، اللي هو بيدعينه بقرار وزاري، المدير الجامعة قرار رئاسي وعمداء الكليات قرار وزاري، وعينون احنا اثنين، انا متخرج بجامعه الخرطوم فيرست كلاس، فكانت فيري اكسايتنج بالنسبه لهم. وايضا دكتور الهادي بدوي اللي هو حاليا مدير لجامعه الامام المهدي، اتخرج هو من جامعه السودان ميكانيكا فيرست كلاس، وهو لظروف اسريه، وانا لي نصيحه جميله جدا من دكتور عبد الشكور انه فرصتك للدراسات العليا حتكون هناك عن طريق يعني الجامعات الجديده. جامعه الخرطوم دي حتقعد والناس قدامك صفوف كثيره وكده. فأسسنا كان تجربة بتاع التأسيس لجامعة الإمام المهدي، اللي هو من المغررات للمعامل لللوجو بتاع الجامعة يكتبوا كيف ليه، وكانت تجربة مميزة جدا. ودرست أنا الفيرس باتش اللي هو استلمنا كلية الهندسة، بدت في كنانة، هي جامعة ولاية النيل الأبيض حاجي لاحقا ليها. كلية الهندسة كانت لما بدت في مركز التدريب في كنانة، فدرست انا ذا فيرس باتش اللي هم حاسين فيهم دكاتره وفيهم ناس بروفيسورات سبحان الله، فدرستهم ودرستهم يعني كورس، ما كنت معيد يعني، لكن طبعا كان في لاك اوف تيتشينج ستاف، فدرست فيزيكس ودرست ماثيماتكس اللي هم كانت البيزك ساينس ذا بيجينينج، ما كان في انجينيرنج الوقت ذاك. وكانت تجربه مميزه جدا بالنسبه لي من حيث تاسيس الجامعه والخبره. سبحان الله جاتنا منح من كان الوقت ذاك وزير التعليم العالي بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، وكان هو خريج كامبريدج، فجاتنا منح من دول كومنولث لكامبريدج، وأنا got shortlisted في المنح دي. أوكي إنه حقه أمشي كامبريدج، إيفن إنه أنا مش أمشي كامبريدج بس، أنا إحنا طبعاً كامبريدج أنت بتقدم لحاجتين سبحان الله، بتقدم للداخلية اللي أنت بتسكن فيها لازم يقبلوك، والبرنامج اللي أنت بتقدم فيه لازم يقبلوك الاثنين. يعني ما الداخلية لو ما لقوا لك سكن، السكن ما يجيب لك as a quality of Cambridge they will not gonna accept you, it's not only the program يعني acceptance. فيعني we got shortlisted في قصة كامبريدج دي، وحتى الداخلية كينجز اخترتها، والوالد رحمه الله كان مشى الوقت داك يعني لا والله ده كان ما الوالد كان ابن عمنا مشى، وحتى البدل جاب لي معه بدل وجهزت حاجات الكامبريدج وكذا، كانت بالنسبة لي very exciting very big deal يعني. فسبحان الله حصل كونفليكت ده أجل أو أخر القصة بتاعت البروسيسنج تحت البيبر بتاعنا، وفقدنا المنح بتاع كامبريدج. في ناس مشوا في الباتش بتاعنا ده، في ناس مشوا سبحان الله، الناس الكليات الأدبية مشوا أسرع لأنه إجراءاتهم أسرعت، نحن الإجراءاتنا اتأخرت، وبعد ذاك الحكومة بقى ما عندها قروش بتاعتي إنه تكو سبونسر الاسكولرشيب، وحصل زي كونفليكت كده في البيبر بروسيسنج، وفقدنا المنحه بعد ما خلاص جهزت اموري وشفت الداخليه بتاعت كامبريدج وكده وكده. يلا انا اقوم احكي لكم قصه برضو تاني للشباب الصغار يعني. فسبحان الله يعني برضو
يعني من التجارب اللي حصلت لي انه انا شفت انا كنت كامبريدج دي بتخيل انه ذاته اي ام ووكينج انسايد الكوريدور بتاعه. بعدين بيوروك في 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 الكتيب بتاعه من زمن ذاك لا في انترنت لا في اونلاين لا بيرسلوا لك كتيبات. في الكتيب ده بيوروك انك انت ما تمشي في النجيله, انت ما عندك حق انك توك ولا حتى انت لو استاذ, اونلي الفول بروفيسورز ان هم الطوف في كامبريدج كده. فكنت متخيل انه انا ذاتي لما نمشي في الكوريدور والبدل راسيه وكده, يعني كنت متهيئ جدا. وطبعا سبحان الله ما جات, ومشيت ماليزيا حضرت الماجستير برضو في جامعه مميزه جدا يونيفرسيتي تكنولوجي ماليزيا في جوهور بارو, بديت في كوالالمبور لكن كانت الطب. لكن القصه بتاعت كامبريدج كالاتي, في سنه 2009 كتبت بروبوزل مع واحده بروفيسور اسمها الانجلادي. الانجلادي دي اصبحت هي اولموست البروفوست اوف يونيفرسيتي اوف كامبريدج, كانت رئيسه قسم الهندسه الكيميائيه في كامبريدج الوقت ذاك, وانا كنت الليد بي اي الليد برينسيبال انفستيجيتور في البروبوزل, واشتغلت معي. فمشيت انا طبعا عشان انا تو تيل وات كامبريدج تو دو, كانت دي بالنسبه لي فيري اكسايتنج تايم. فهي زول توب في كامبريدج, واحده من التوب فيجرز في كامبريدج وكده, فاخذتني فحكيت ليها القصه. فطبعا ان احنا شي ووك شي كروس الجراس, فقلت سبحان الله لو انا اتخرجت من كامبريدج اي ويل هاف نيفر جيفن مي ذس اوبورتيونيتي, لانه انت ما بتقدر تمشي فيها الا تكون انت فول بروفيسور من السيستم بتاعهم. فانه انا ات ذس ايج والزمن ذاك يعني انا ما كبير شديد, يعني الكلام ده في 2009, وهي فول ون اوف ذا توب كامبريدج, وهي هم شغالين وكلهم قاعدين في التيم بتاعهم توريهم انه يعملوا شنو في البروجكت. قلت لو انا اتخرجت كنت من كامبريدج اي ويل هاف نيفر جوت ذس اوبورتيونيتي, في انه يا اخي انت يقعدوا لك الناس ويتوريهم انه وات ذير بارت اوف ذا بروجكت, وانك انت توك المحلات السيكريت اللي كانوا بيكتبوا لك. دخلتني برضه محله كده فيري سيكريت, يعني هم دي بيدخلوا ذا توب اوف ذا توب الاريز بتاعت الناس النوبل لوريت والكده والبتاع سيكشن كده انت يووك. فيعني الحاجات دي كلها دورت في ذهني في الصور اللي انا كنت بشوفه وكنت ايمجن, وربنا ما قدر لي, لكن سبحان الله قدرت بشيء آخر يعني. وكان أيضا يعني مفعوله كبير جدا بالنسبة لي نفسيا, وده فضل من الله سبحانه وتعالى. عشان كده الشباب never give up, يعني أنت لو ضاعت منك فرصة, لو ضاعت منك فرصتين don't think you know it's the end of the world, يعني a lot of things that could happen, وترجع لك نفس الفرص دي تاني, وإن شاء الله يعني أنت واصل في سعيك, وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم, ربنا ممكن يبدي لك حاجة أفضل من الحاجة اللي أنت فقدت في الوقت الراهن. فمشيت جامعة UTM, واحدة من أجمل الجامعات في ماليزيا في جوهور بارو, هي على الحدود مع سنغافور. ولما مشيت أيضا الطلاب الأجانب دي كانوا بعدد الأصابع, الحين نقعد في طرابيزة أكل واحدة. الآن مشيت ليهم أنا عزموني سبيكر, يمكن عندهم 7000 طالب أجنبي. أوكي إحنا كنا 15 ولا كم, يعني إحنا الطرابيزة واحدة بنقعد ناس من أفريقيا شوية وناس من سيراليون وبنغلاديش وبتاع, يعني لما نقعد هنا في قاعدة كده طرابيزة واحدة كانت بشينا. فالنقلة اللي حصلت في الجامعة دي نقلة كبيرة جدا. فأنا كنت محظوظ جدا في عملية رسالة الماجستير. أول حاجة دي واحدة من الحاجات اللي أنا أحكيها للشباب ديل ومهمة جدا, never underestimate the value بتاعتك of knowledge. يعني دي الجامعة هنا, لكن خلوني أمشي للسلايد الثانية وارجع عليكم لو ما عندكم مانع عشان أشرح لهم حاجة عندها صلة بالقصة دي لو سمحتوا لي. يعني شباب أنا معلش ما دار أطول عليكم, لكن لا لا بالعكس يا بروف, يعني إحنا مستمتعين ودايرين, يعني القصة دي بالنسبة لنا ملهمة جدا, يعني فخذ راحتك, يعني فين فري إنك تحكي لنا. خلاص الله يكرمكم, أنا بس ما دار أطول على الجماعة, أنا عارف إنكم أنتوا are focused on many things. كويس, أول مشروع أنا عملته في حياتي بتاع بحث علمي في مشروع التخرج من جامعة الخرطوم, المشروع ده كان في انه مع المؤسسه العامه للبترول في السودان اللي هو كانت جنب العماره الكويتيه او في مبنى العماره الكويتيه نفسها. كويس, وانا في خرطوم قالوا يا اخي في النازل بيجو تو ديسبوز من المنطقه الصناعيه اليوز لوبريكيتنج اويل بتاع المصانع بتاع الشاحنات وبتاع بيقوم يفكوا في نهر النيل, فعمل كونتامينيشن. فيا اخي احنا اليوز لوبريكيتنج اويل ده نعمل فيه شنو؟ في السودان احنا ما عندنا انفايرمنتال ريجوليشن, ما في زول كير اباوت البيئه ولا يعني لو ما عنده قوانين ولا تقدر تعاقب اي زول. فقاموا الجماعه قالوا شنو؟ قالوا يا اخي وي هاف تو فيجر اوت انه يا اخي لو احنا وي كولكتد نقدر نعمل بيه شنو. فبدا الفكره بتاعت المشروع ده, كان مشروع تخرج, انا طالب في سنه خامسه جامعه خرطوم, وده اول ريسيرش بروجكت واول فكره لي كويس. وكان عندي تيم مميز اخونا نصر الدين ده في فيلادلفيا حسه,
واختنا ماريا، ماريا اي جس انها هي في الامارات لو ما خاف الكذب يعني. فاشتغلنا في البروجكت ده في تصميم وحده بتتعامل مع اليوز لوبريكيتنج اويل. ايوه يا شباب الكلام ده مهم جدا اللي بقوله للباحثين في السودان اللي هم حاضرين، انك انت هاو يو كان بي كونسيستنت في الايديا بتاعتك والفكره بتاعتك كويس، نيفر لوز الفوكس بتاع انه نيفر اندر استيميت الكابابيلتيز. الفكره دي قامت من السودان كويس، وقامت من ناس النازل كويس، قلت ادور القصه دي. فقمنا لقينا شنو، لقينا انه يا اخي ان احنا لو جمعنا اللوبريكيتنج اويل ده، وده من جامعه الخرطوم يعني الفكره كلها، انه لو جمعنا اللوبريكيتنج اويل ده ممكن احنا تو ريسايكل ات اف وي فيجر اوت تكنيك محدد لانه كيف نقدر نسحب الاوساخ اللي فيه ده ويطلع علينا البيز اويل. الفكره هي كلها شنو، انه اللوبريكيتنج اويل ده مكون من ثلاثة حاجات كويس، خصوصا المستخدم، انه في بيز اويل ده بيطلع من الريفايننج بتاع الكرود اويل، لما نصفي الكرود اويل بنضيف لها اضافات بنسميها اديتيفز، ولما نستخدمه في الانجن هو بنظف الانجن، هو بيعمل حاجات كثيره وبيحصل له ديجراديشن، فبيبقى في كونتامينيشن، في وساخه فيه. فانا لو قدرت اشيل الوساخه والاديتيف ارجع البيز اويل، البيز اويل ده مفيد جدا، ممكن يستخدم كفيرنس في الصناعه في المنطقه الصناعيه البحري في البتاع، بدل الفيرنس اللي بيشتروه ممكن يستخدم، حتى ممكن لو هو انا نظفته بطريقه كويسه اضيف له اديتيف جديده واستخدمه في حاجات ثانيه. فبدينا البروجكت ده في انه البروسيس كيف في جامعه الخرطوم. لما مشيت ماليزيا في اليو تي ام عندهم كلهم بروجكت كانت عن زيت النخيل، هو في ماليزيا ده كان كل الهندسات الكيميائيه في ماليزيا شغاله فيه، وانا ابيت انا اصريت انه انا اشتغل في العمليه بتاعت الكونتينيويشن. كنت شرحت للسوبرفايزر بتاعي راجل مميز هشوف صورته لاحقا، بروفيسور ابراهيم عبد المطلب، هو الان المدير بتاع جامعه هناي بتروناس يونيفرسيتي يو تي بي يونيفرسيتي هناي تكنولوجي بتروناس. بروفيسور ابراهيم ده وكان شاب صغير وانا من اوائل الطلبه للدراسات العليا له، فقمت اغنحته وهو شخص جديد يعني. هم بالمناسبه يعني كانت اول تجارب الماليزيين مع العمليه بتاعت السوبرفيجن بتاعت البحث العلمي للطلبه الاجانب والكلتشر وايز، فهو انا محظوظ ذاتي كنت يعني في زملاني قعدوا زمن طويل في ماليزيا في عمليه الماجستير، بعدين 5 سنين بعدين 6 سنين، انا كنت محظوظ جدا معه يعني، انا قيس انها بارت اوف التوفيق من الله سبحانه وتعالى، واغنحته بانه انا هشتغل في اليوز لوبريكيتنج. والله قمنا عملنا شنو في العمليه دي، دي واحده one of the most cited paper لي بالمناسبة، ده شغلي بتاع الماجستير اللي عملته فيه لما جيت أصرت له إنه كويس دي واحدة من الأصلاً well respected chemical engineering journal. أنا قلت له يا أخي أن إحنا ممكن نعمل الديزاين بتاع solvent اللي هو بيسحب الأوساخ ده ونطور التكنيك. قام قال لي إحنا ما عندنا قروش، لكن قال لي أنا بشحد من ده، أنت داير شنو؟ وريته الإكويبمنت السيستم اللي أنا دايره، وبدأ يلقطه من الموجود في الكليه وكده، وجمعنا وبنينا الريك بتاعنا وبدينا نعمل التجارب، وعرفنا انه كل سولفنت بنستخدمه عنده بروفايل مختلف من الثاني. اهم حاجه طلعت بيها من الشغل ده انه عرفت نو بارامتر ليوم الليل الناس بيستخدموه. الكلام ده من فكره بدت من جامعه خرطوم وانا طالب الاندي، عشان نيفر اندر استيميت الباور بتاعتك، اسمه انتي سولفنسي انرجي. البارامتر ده بيجا فيري وايدلي مستخدم في التصميم بتاع كل السولفن اكستراكشن سيستمز، يعني معظم الناس السايتنج البيبر ده بيستخدموا انه ريفيرتو. المعنى شنو الانتي سولفنسي انرجي دي؟ معناها شنو؟ معناها يا اخي السولفن ده في بارامتر محدد في السوليوبيليتي بارامتر اللي هو كيف انه بيقدر يذوب في الثاني، ده ممكن يديك انديكيشن لو السولفن ده بينفع ولا ما بينفع وبيقدر يسحب قدر شنو. فبيجا التيرم بتاع الانتي سولفنسي انرجي ده واحده من خلت البيبر دي تو بي ويل سايت. كلام جميل. فبقت في الماستر بتاعي بيبر فيري ويل ريسبكتد كويس، وبقت ريفرنس في المجالات دي، وانا اصريت في البرنامج. لما بقيت بروفيسور في جامعه تكساس اي ان ام شغلت طالب بتاع دكتوره كويس في كوليدج ستيشن في تكساس. الراجل دي اشتغل زول مميز جدا الان في واحده من اكبر الشركات في امريكا كويس، ودي البيبر بتاعته اشتغل في انك كيف انت الديزاين بتاع السولفن ده انك تقوم تحدده بمحاور مختلفة جدا فيها كل الأبعاد بتاعت التصميم بتاع the most effective solvent mixture لو أنت ما قدرت تشتغل بسنجل solvent. فيعني عينه هنا أنا ركزها في single solvent، لما جه هنا هو طور المنظومة بتاعت الشغل دي وبقت أيضا يعني well cited paper في الشغل. يعني بدت من جامعة خرطوم ولفت انتهت في College Station Texas
كويس، وهي الان مستمره. عشان كده نيفر اندرستيميت الكابابيلتيز بتاعت الافكار بتاعتكم، وتابعوها ان يو ويل جن اولويز فايند ذا لينك للايديز بتاعتكم دي وتابعوها. كلام جميل. فدي تجربتي في الجامعه يو تي ام في ماليزيا. نرجع للسلايد دي شايفينها الان كويس. وبعدها بعد ما انتهيت من قصه يو تي ام ماليزيا دي، كان عندي خيارين: هل اواصل للدكتوراه ولا اقوم اطلع امشي. يعني هما ادوني منحه بتاع الدكتوراه كامله من الجامعه كويس، وقالوا لي يا اخي تقعد وقبول للدكتوراه وكذا، لكن شعرت بانه انا اي كان دو سمثينج ديفرنت، يعني انا اي ريلي نيد ا ديفرنت اكسبوجر اند ا ديفرنت اكسبيرينس. فانا اي بين ابروتش باي دكتور في استاذنا الفاضل بروفيسور بابكر كرامه اللي هو مدير جامعه كردفان، كان الوقت ده هو في ماليزيا كويس، وهو كان من قبل في جامعة الملك سعود في الرياض. قام قال لي يا أخي في جامعة الملك سعود في الرياض في big project مع سابق. سابق دي the largest petrochemical company في السعودية. السعودية عندها أرامكو للكرود أويل بتبيع لهم الأويل، وسابق بتبيع الكيميكالز، وسابق دي بقت شركة عالمية من الأكبر في العالم. ليه ترحد ممكن تشوف. فقال لي يا أخي في فرصة بتاعت باحث بيطور كاتاليست a different problem من الحاجة اللي أنا عملتها في الماجستير بتاعي. تلاوي يا اخي جدا اي ويل تيك ذا ريسك، وكان بيج ريسك يعني. وكده كان عندي طفله، طفلتي الاولى اتولدت في ماليزيا في جوهر بارو. ففعلا مشينا على السعوديه وبديت المشوار بتاع البحث العلمي في تطوير كاتاليست في مجال انا اصلا ما كنت جزء منه، وفعلا نجحنا نجاح كبير جدا. كاتاليست دي بالمناسبه بيشيل الغازات الكيب الطالعه من الريفاينري بتاع الكرود اويل، بيحولها لبتروكيميكال ادد فاليو بتروكيميكالز. وبروجيكس كان عشان يصمم بلانت بليونز اوف دولارز، الهدف ان احنا نوصل لاوبتمايزيشن اوف كاتاليست. وكانت تجربه مميزه انا بين سابق وبين جامعه الملك سعود، وبعد ذاك اصبحت محاضر في جامعه الملك سعود. التجربه دي اخذت حوالي تقريبا كلوز تو 3 ييرز، ودخلت الان في خط مختلف في الحياه بتاعي. هل اواصل في جامعه الملك سعود دي؟ ناس كتار قالوا لي يا اخي، وناس عملوه قدامي انه يا اخي انت شغال في بحث مميز، بقيت ببلش بيبر وعندي باتنس وكده، يا اخي بحثك دي انت ما محتاج تمرق، انت حسجل في بريطانيا في جامعه للدكتوراه، بكون عندك سوبرفايزر في بريطانيا سوبرفايزر في جامعه الملك سعود، وانت نفس شغلك الشغال ده الان اللي بتطلع منه بيبرز وكده، ده حيكون البي اتش دي ثيسس بتاعتك. وانت قاعد بتمشي في الصيف بريطانيا بتقابل السوبرفايزر بتاعك وتجي راجع تقعد معه شهرين شهر اللي بيقدرك عليه ربنا وكده يعني. فأنا الفكرة دي ما عجبتني يعني، كانت الوقت ذاك مع إنه legitimate idea وكده، لكن شعرت بإنه أنا need a different challenge. فقمت أخذت ريسك أكبر في حياتي في إنه أنا أمشي على أمريكا. وفي أمريكا مشيت على أوبن يونيفرسيتي، شايفينها في الصورة دي، واحدة من أجمل الجامعات، وهي الجامعة الأم بتاعت ولاية ألاباما في أمريكا. ومشيت لها، أنا اتقبلت فيها وقبلت في كندا في أونتاريو، واتقبلت تاني في جامعة في بنسلفانيا. مشيت لأوبون دي لسبب بسيط جدا، وده بقول للشباب الصغار: المعرفة دائما مفيدة. Don't apply to universities randomly and go. بروفيسور أحمد أبا سعيد اللي هو عنده تأثير كبير جدا في عملية البحث اللي حصلت هنا في جامعة الملك سعود، يتخرج من أوبون يونيفرسيتي، فعارف السيستم تماما. وأنا كان عندي طفلين الوقت ذاك، وأنا ماشي لزوجتي، وحتحول من إنكم بتاع محاضر وشغال في بحوث، وزوجتي طبيبة، وكان الوقت ذاك معاي الوالد والوالدة في الرياض في السعودية في الدرعية، بذكر أنا في السعودية، وأنا واحد بالمناسبة، أنا ما عندي أخوان ولا أخوات، فهم الاثنين يعني they are dependent on me. فإنك أنت to take that risk and to go لأمريكا، وزوجتك الطبيبة دي ما حتشتغل هناك لأنه حقه تبدأ مشوار مختلف جدا في التجربة بتاعت أمريكا، اللي هو مشوار يعني طويل وداير له هنا يعني، لحد ما تأخذ الـ US Medical License Examination، ولحد ما تشتغل الـ Residency، وقصة طويلة جدا. فالمهم يعني اخترت هذا الخيار، استخرت الله سبحانه وتعالى، وكان خيار صعب جدا يعني in terms of income. انت بكون عندك منحة بس بتاع الطالب دكتورة، وانت عندك طفلين، وزوجتك حتبدأ من البداية، وخطورة انك ما عارف حتنجح ما حتنجح، هيحصل لك شنو ذاته في سيستم مختلف تماما من الحاجة اللي انا قريت بالسيستم البريطاني. يعني طول عمري في جامعة الخرطوم حتى ماليزيا close to the British system، جيت للأمريكان system، يعني البريتش سيستم بتاع الماستر ريسيرش بس، لكن في امريكا ده البي اتش دي كورسز، هو هاف كورسز وهاف ريسيرش. وانا هل حقدر على النقله دي ولا ما حقدر ليه؟ وكانت تجربه جميله جدا ومميزه، وكنت فيري ديديكيتد انه اخلص من البي اتش دي باسرع ما يمكن. في امريكا البي اتش دي 5 سنين،
اوكي، لكن لانه انا عندي strong accumulated knowledge في الاريا بتاعت الكاتاليسيز، الحمد لله التجربه بتاعت جامعه الملك سعود وسابق دي اضافت لي اضافه كبيره جدا. فبقت انا في سنتين كملت البي اتش دي، لكن باي ريجوليشن ات هاف تو بي 2 1/2 ييرز النمبر اوف سيمسترز. فقعدت سيمستر، انا كنت محاضر في جامعه اوبن يونيفرسيتي بدرس الطلاب ومشرف مع ماسك لي مشرفي طلبه الدكتوراه البعادي وكده، والكلام ده قبال السنتين. الحاجه الثانيه والمهمه انه يعني اتاحت لي القصه بتاعت لي زوجتي ايضا انه ادوني الاوت ستاندينج ريسيرشر. امريكا عندها سيستم بتاع اميجريشن يعني مميز جدا في انه في ناس بيعتبروهم اوت ستاندينج ريسيرشر في اريا اوف ناشونال انترست لامريكا، فادوني القصه دي. انا ما كان كملت الدكتوراه حتى في السنه الثانيه، لما هنايده انه ناس بيعملوا لك ريكومنديشن في السيستم الامريكي وما بكون السوبرفايزر بتاعك، ما بكون المشرف بتاع البحث بتاعك، لانه بيشعر انه عنده انترست اون يو، ما اشخاص ما عندهم بيرسونال انترست اوف يو. فديل ناس بيكونوا علماء، ناس بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي، ناس بيستفيدوا من قابلوك في مؤتمرات، قروا البيبر بتاعك، شافوا الباتن كده، بيكتبوا عن انك انت someone unique، انت امريكا محتاج لاشخاص زيك، ما موجودين الناس بالديس كواليتي. فده فتح لنا باب الحمد لله رب العالمين، باب جديد اللي هو ساعد زوجتي ذاتها في العمليه بتاعت الدخول، لانه انت عشان يو نيد ورك بيرميت في امريكا عشان تتحول وتبقى ريزيدنت وكده، فغير لنا ايضا مسار حياتنا. ويعني بعد ذاك مشيت على الصناعه في امريكا، ودي قصه مختلفه قبال ما اجي لتكساس A&M. يعني دي كانت التجربه، كانت العمليه بتاعت الاكاديميه. فدي سابق دي اللي اندصري انك انت بتعمل كاتاليست في النانو سايكلز، ده بيغير كل الصناعات دي، الغازات الكيب اللي بتطلع في الريفاينري بتبقى ادد فاليو كيميكلز، بتعمل تغييرات كبيره جدا. ما اقدر اخش لكم في تفاصيل علميه عشان ما ادي بايس لناس الهندسه الكيميائيه، لكن دي شركه سابق واحده من الاكبر في العالم باي ذا واي. وبعد ذاك بعد الدكتوراه مشيت لواحدة من أكبر شركات الكيميكالز في العالم، أنا could be the largest، أكبر شركة بالمناسبة اللي بتبيعه في السنة قدر اللي بتبيعه أفريقيا مجتمع في السنة بكل ثروات، اسمها BASF، دي شركة ألمانية. وده في مكتبنا في الأريا بتاعت نيو جيرسي، ده Research and Development في مدينة اسمها إسلين في نيو جيرسي، ودي قضيت فيها أيام جميلة جدا. وتجربتي فيها كانت في إنه كيف إحنا نطور كاتاليست للإميشن كنترول، شايفين كل إميشنز الطالعة من عرباتكم، الطالعة من المصانع، الطالعة من الطيارات، الطالعة إنه كيف how we can control عشان ننظف البيئة، وإنه كيف نطور catalytic systems هي بتكون embedded، نسميها catalytic converter في عربيتك أنت بتكون شايفها، هي it's a must عشان تميت الـ environmental regulation بتاع بلدك، وكل بلد عندها مختلف. وكانت تجربة قمة في الجمال، لأنه الطبيعة بتاع الشغل is very cyclic، انك انت بتشتغل ببروجيكتس هندرز اوف مليونز اوف دولارز، وانت زمنك محدود. يعني الكاتاليس تحت البتروكيميكال اللي اشتغلتها مع سابق انه الكاتاليس بتاعك ممكن يعيش 20 سنه، دي انه كله عربيه موديل بتاع سنه واحد بس، والريجوليشن بتتغير كل مره، الريجوليشن از مور تايد، انه يا اخي احنا الان الاميشنز كنا بنقبل 150 بار بير مليون، حسي على السنه الجايه بعد 3 سنين دايرين بس 50 بار بير مليون، بعد شويه يقول لك لا بس دايرين 5 بار بير مليون and so on. وانت ماشي ساكنكم وانت بتطور في تكنولوجيز each one لموديل سنة واحدة، ما العربات بتكون بعد طالعة بعد 4 سنين. اجمل حاجة كانت انه انت بتصمم لعربات هي ما طلعت، يعني انت والعربية ما في، العربية بقول لك حسي دي موديل 2025 دايرين كاتاليتيك كونفيرتر، الانفيرومنتال ريجوليشن في 2025 بتكون كده. فانا كنت مسؤول من التيم اللي بصمم حاجة بنسميها انجين سيميوليتر، اصلا ما بقدر احكي لكم اكثر من كده لانه احنا كانت هي تريد سيكريت وي ساين اون ات، ما بنتكلم عنها، ودي كانت ميزه شركتنا. يعني الا الكلام اللي بقول لكم بالعربي ده حسه كويس، انه القصه دي انه هي بتخليك انت تتست الكاتاليست بتاعك ده في نفس البيئه اللي بيعيش فيها في عربيه 2025. يعني التكنولوجي انه انت بالعربيه ما في، فانت بتعمله، غير انه عندنا انجين لابس طبعا مغير، هم بيورونا البرفورمانس بتاع الانجين. فكانت تجربه مميزه جدا. لكن الإيريك بتاعي بتاع التدريس اللي هو جاي من جندته اللي هو هانور حيضحك إنه قعدنا بتاع التدريس دي we have to go back ليها. فكان دائما عندي إحساس إنه أنا we're gonna go back to academia. فسبحان الله يعني اللي تجربة ذات عائلية يعني هي دفعتني، لكن كل الحاجات دي مقدرة
يعني الامر بيعلم الله سبحانه وتعالى. الصناعه انا كنت متمتع جدا، زوجتي طبيبه كانت ايضا في نيويرسي في one of the largest children hospital، هي طبيبه بتاعت اطفال، وكنا شغالين في امان الله. وشركتي جنب بيتي بالمناسبه، الشركه دي انا مكتبي في الطابق الاول هنا، لكن قريبه لبيتي كانت، زوجتي كانت شغلها بعيد، فزمن الجليد كانت بتعاني معاناه شديده جدا لانه الشوارع بتتقفل والوحيدين الحق يجي بتاعنا الشرطه والاطباء، يعني دي ما كانوا، احنا كلنا مقفلوا لينا وبيقولوا لنا ما في داعي تجي وبتاع، لكن كان انا هاف تو درايف هير لانه هي لازم كانت تمشي لشغلها، ما عندهم اكسكيوز الاطباء. فعشنا في ايام جميله، وهي الجرين ستيت في امريكا. فالحصل انه كان معايا الوالده رحمها الله، والوالده دي مرضت فجاه، ونحن وي هاف تو تيك هار اوت، يعني هي القصه انه ما كان في حاجه ميديكال تدعم للوقت ذاك، لكن كانت هي اصلا عندها نيه انها تقرب على اهلها في السودان، وكانت قصه انها تجي لمكان قريب لاهلها دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي، لانه انا كنت واحد اي كانوت ليت هير جو الون. ففكرنا في، بديت افكر في القصه دي، وبعد ما مرضت طوالي بديت افكر في الاوبشنز، فجاءت قصه تكساس اي ان ام. فسبحان الله لما مشيت يعني تكساس اي ان ام دي ادوني اوفر انك انت لو جيت علينا، احنا عندنا الكامبس بتاعنا في قطر، فانت ممكن تمشي هناك، وده اوبشن يعني. واحد من زملائنا البروفيسورز اسمه محمود الحلوي، حتشوفوه واحد من اميز الهيومن بين اللي انا قابلتهم في حياتي، هو من افضل العلماء في العالم يعني شخصا وعلما، يعني حتشوفوه واحد ليدنج في العالم في مجاله، هو اثر عليه تاثير كبير جدا، هوريكم الصوره لاحقا. فالمهم انه بعد ذاك مشيت على جامعه تكساس هينيم. فلو لاحظت انه التجربه بتاعتي في القصة دي لفة طويلة، يعني بانقطاعات مختلفة وفي دول مختلفة في شركات مختلفة. بعد ذاك حتى لما جيت اشتغلت في تكساس هينيم، اشتغلت مع صناعات كبيرة، والصناعات دي في مجال النفط والغاز في تحويل البرودكتس الباشا والستريمز مع شركات عالمية، فكان لي الشرف. وانتهيت الآن أنا مستشار الغاز بشركة سودابت، يعني دي واحدة من التجارب الجميلة جدا، إنه لو لاحظت بديت البحوث بتاعتي في المؤسسة العامة للبترول كويس، وانتهيت الآن في السودان، وده واحدة من الحياة اللي بتشرفني جدا، إنه السايكل it takes me back. فدايما أصلا ما تشعروا بإنه الناس البرة دي ما مربوطين بالبلد، ما في capacity for سودان وفي capacity in سودان، as long as إنه الناس البرة السودان دي هم capacity for سودان، هم they are adding value، وأي حاجة في الدنيا هي impact. يعني احنا في الأكاديمية بنعرف الكلام ده، وكلكم بتعرفوه انتوا في مجال البحث العلمي، حتى الأوراق العلمية بتاعتكم الإمباكت بتاعها قدر شنو. أن إحنا مثلاً أنا مور الريسيرش بتاعي بالمناسبة في الأبلايد سايد، أنا بعمل تكنولوجي بتمشي للصناعة، الإمباكت بتاعي في إنه هي بتبقى برودكت، ما إنه هي بتنشر في مجلات والسايتيشن وناس زي ناس الفيزيكس والكيمستري. أنا very applied، فالأبلايد ده الان يوزر بتاعك بيكون زول الصناعة، زول الصناعة ما بينشر، فإنت السايتيشن بتاعتك is limited بإنه إنت حاجتك بيجد برودكت في السوق. حسي حتشوفوها طيارات مسافرة بال الوقود بتاعنا اتطورناه بتاع الطيارات ده هنا في الريسيرش تيم بتاعي مع شل، جاكم في السودان ما عارف انه انتم بالمناسبه جاكم از البلين كويس، بتركبوا بيه في طياراتكم بالمناسبه، وجاكم بسعر معقول جدا، يعني هو بلندد، هو هاي كواليتي للاوروبيين، انتم جاكم رخيص. انت الحاجات دي ده الكونتريبيوشن بتاعك في اي حاجه امباكت. فاحنا الامباكت بتاع انه يعني كل العلم اللي اخذناه ده الان ان شاء الله يرجع للسودان بصوره اخرى، وهنا بيبقى الامباكت انه انت الناس دي لما انطلعوا كانوا capacity for Sudan and when they come back it will be capacity in Sudan. فانت كل الاكيوميليشن بتاع النوليج دي ان شاء الله يصيب البلد بخير، وهي مشاريع من مشاريع صغيرة $10,000 لأكثر من $10 billion. انا كنت contributing في جزء صغير منها في design of technology في validation of technology. الحاجة اللي اتعلمتها شنو في كل الحاجة دي، وقلتها لزملاني في شركة سودابيت بالمناسبة، قلت لهم الحاجة المهمة اللي انتو نبني بيها الكلشر بتاع الصناعة في السودان، صناعة النفط في السودان دي حاجة قيمة جدا. أول حاجة وتايلاند من التجربة العالمية دي كلها، إنه الآتي the only path of success، أصلا ما عندك باث تاني، أي زول بيقول لك حاجة تانية غشاك، يعني إنه كدين باركة وكدين شوف لينا يا أخي وما تأخرونا خلونا ناخد قرار. the only path of success is via building effective team، يعني قصة تحت التيم سبيريت اللي بدت من مدرسة الأهلية المتوسطة من درمان دي بقت embedded، إنه هتشوفوا إنه الإفكتيف تيم دي بتغير الناس كيف أنا بروسس. يعني ما قصة إنه يا أخي كده نتلم نشوف كده نطلع يا تو برودكت، نشوف كده الشركة هي تنفع معانا ولا تنفع، يا فلان أنت بتعرفهم
كده يعني انت يو ثينك انك انت يو كان ميك سكسسفول بروجكت لايك ذس يو ار لاينج تو يور سيلف قبل ما تلاي تو اني ون ايلس اند ات ويل فيل سونر اور ليتر. هو ما المشكله انك انت يو ويل فيل، لو قدر الله ان 1% نجحت يو ويل نيفر بي ايبل تو ريبيت ات، لانه انت اصلا ما طورت اصلا البروسيس، جاتك بالصدفه يا فلان كده بتعرف فلان وفلان ده كده ده جيب لنا الشركه دي ودي ده زوننا وده ناسنا وكده خلوهم يحاولوا وكده باركوها وبتاع. بنصي انك انت عملت حاجه حتى لو نجح البروجكت ده يو كان نوت ريبيت ات اجين، لان انت اصلا ما عندك تريس ريكورد، انت ما عندك بروسيس وصلتك للنجاح ده. النجاح ده بس كان ضربه حظ اونلي وانس. فعشان كده كل ما تبني افكتيف تيم وتبني بروسيس يو كان جارانتي سكسس. ودي الميزه اللي هو احنا فاقدينها في السودان، ما عندنا ا كلير بروسيس of the path of success. ومحتاجين نبني الهيومن كاباسيتي، وعندنا ناس شطار مميزين جدا بالمناسبه. ان احنا ويل اهيد، اقول لهم بكل امانه ما بقول الكلام ده قدامكم، ويل اهيد حتى اوف الهيومن ريسورسز في امريكا. الهيومن كاباسيتي ناس نديل فيري ريدي ان هم يمشوا، وانا شفتها في سودابيت. انا اي هاف بين ثرو 1 يير انتراكشن معاهم اكثر من 1 يير. الناس ديل فيري كويك ليرنر اند ذي ار فيري فاست ان بروجريسنج ثينجز. Once إنه هم لقوا an environment of an effective team and you create a process to them. ودي النقلة بتاعت السودان المطلوبة. There is no way. Okay. إنه إحنا ننجح في أي حاجة بنعملها، ما يغشوكم الناس هاي وبتاع وجانا القروش جاتنا من برا وجاتنا من جوا وبتاع. It will not gonna help us. The only way إحنا to help us إنه إحنا نبني كل النهضة بتاعتنا دي بطريقة علمية مؤسسة، عندنا process. البروسيس دي بتورينا كل ستيبس، لانه البروسيس دي بتكون فيري ترانسبيرنت. ما في زول بيسري تطلعوا سومنول جاب البروجكت ومنو شالوا وما في الريكورد، ما في يا جماعه دول الناس زي المشوا رفضوهم زمان، ما لقينا عندهم اي حاجه، ما في ورق مكتوب كلام زي ده، ما في. نو وان كان دو ذات. والوزير لما يمضى على قرار بيكون عارف ان الكلام ده بدا من وين، ما بيجي يا اخي كده دي عندنا لجنه كوناها وفي 5 انفار ودي قالوا يا اخي ده افضل قرار. ابدا، يو فولو البروسيس. البروسيس دي بتوريك انه كل زول ساين اون هو مسؤول عنها، والزول ده عمل شنو عشان تساين اون. البروسيس دي هي بدون تيم، ان افكتيف تيم، انك انت تحدد الكي بلايرز وانك انت تو امباور ذم وتو ترين ذم وانك تحسسهم انه هم جزء من المنظومه ما بيحصل نجاح. حتشوفوا انا حديكم مثل بالموديل بتاع الريسيرش تيم بتاعي لاحقا، انه النجاحات اللي انا وصلت لها في الدنيا دي ربنا اكرمني بها وفضل من الله سبحانه وتعالى، ما نتيجه لانه انا افضل من غيري والناس كتارزم، لان في جامعه الخرطوم وفي جامعات في امريكا وفي ماليزيا وفي اي مكان ممكن يكون افضل مني، لكن I have been able to build a very effective team. التيم ده هو ده نتاج التيم، هو ده ما نتاج عملي. يعني الجوائز اللي بتشوفوها في الاخبار وبتاعه والسودان، انه انا I built the team. التيم ده وان I built the methods انه how they can achieve success. وان ان شاء الله دي for certain we're gonna get to success. اوكي، نجي للقصه بتاعت كويس الناس اللي أثروا على حياتي يعني في مجال البحث العلمي. كويس، لو سمحتوا لي يعني إنه highlight them very quickly. تفضل يا بروف، تفضل. يعني شايفين السلايدز دي صح؟ واضحة. أي واضحة. أي واضحة. هنا ده التحت هنا في الكورنر ده دكتور عبد الكريم محجوب، ده كان المشرف بتاعي بتاع البحث بتاعي أو مشروع التخرج من جامعة الخرطوم. يعني هو أول واحد. الأول شيء الميزة شنو، إنه أنت لما to be empowered لأنك to be creative. أوكي، فهو أيضا سمح لي، إحنا طلبة سينير في جامعة الخرطوم، وكان أول experience بتاعت research هو كان project بتاع يعني تخرج، فأدانا empower and support us. كويس. النقلة الثانية كانت هنا، ده بروفيسور إبراهيم عبد المطلب، الآن هو مدير، والصورة دي في كوالالمبور. أوكي، الآن هو مدير، المدير بتاع جامعة بتروناس، University of Technology بتروناس. أوكي، وهو ده أيضا ده الشخص اللي empower me. أنا جيت زول صغير وأصريت إنه يشتغل في البروجيك بتاع الأويل ريسايكلينج، and until today we are in touch. until اليوم ده علاقتنا قوية جدا ببعض، يعني من أميز العلاقات. الشخص الآخر أثر علي بعد التجربة دي بروفيسور أحمد أبا سعيد في جامعة الملك سعود في الرياض، وهو إلى الآن موجود، وهو واحد من أميز العلماء في مجال الكاتاليسيز المحفزات، وشخص قمة التواضع وقمة التميز، وهو على ما أظن رئيس مجلس جامعة المغتربين، مجلس إدارة جامعة المغتربين. الشخص ده هنا ده بروفيسور كريس روبرت، ده الآن عميد كلية الهندسة في جامعة أوبون في ألاباما، وكان مشرف الدكتورة بتاعي، وكان أكثر من صديق يعني، وزول حبوب جدا، وأيضا empowered me big time
يعني ايضا يعني الجزء من الامباورمنت تحكي انه انا تو كرييت الريسيرش باث، وزول تخرج لي سنتين يعني كانت انك انت ذاتك تو كونفينس الكوميتي وكذا، فهو سبورتد مي فولي في كل الباث بتاعي، والى اليوم علاقتي به طيبه جدا يعني اي كيب هيم ابديتد. وهذا بروفيسور محمود الحلوجي قلت لكم في جامعه تكساس اي ان ام، ون اوف ذا ليدنج فيجر في البروسيس انتجريشن اند اوبتمايزيشن، كتبه بالكوري بالصيني بكل العلم بتاع البروسيس انتجريشن اند اوبتمايزيشن، لكن از ا هيومن بين واحد من اميز البشر اللي انا قابلتهم في حياتي علما واخلاقا ودعما، طلابه بالمئات في كل انحاء العالم، هي از فيري سبورتيف هيومن بين. فغايته جزء من الاكرام اللي حصل لي في الدنيا دي انه انا اي هاف بين اكستريملي فورشنت تو ورك وذ ا ديستينجويش سكولرز ريسيرشرز، واستفدت منهم فائدة كبيرة جدا، وأنا أيضا كنت يعني أكتف في التعامل معهم. فإنتوا للشباب الصغار علاقتكم بالأدفايزرز بتاعينكم دي علاقة أبدية كويس، يعني إنت لما تبدأ البحث العلمي إنت بتعمل في ماجستير، بتعمل في دكتوراه، بتعمل في بوست دوك، بتعمل في كل الحاجات دي، تأكد تماما إنك إنت to keep an excellent relationship مع الناس البنوا علاقتك دي، لأنه هي علاقة أبدية. أول حاجة طالب الدكتوراه ده for life under your name، محل ما امشي انا بقول لي دي you are Chris Robert professor البشير، you are Chris Robert student okay. يعني حسي لما تمشي لل MIT ناس اللي هناي يسألوك من الفاتح الطاهر يقول لك this is his professor، they refer to him by his professor name اللي هو كان المشرف، هو one of the top leading figure في العالم في مجاله يعني. فكله نحن مربوطين، we are tied علاقة very tied. كيف ال excellence انت بتتعلم منهم values، عشان كده انا طلبتي بيشتغل معهم very close في إنه هما they feel very proud of the connections تحت القصة دي. فالقصة بتاع Texas A&M دي كانت هي النقلة الكبيرة لي، لأنه حاولت إنه أشيل كل المعلومات اللي أخذتها من الصناعة في تجارب المختلفة في مع بروجيكت سابق، في تجارب المختلفة مع BASF وإنجلهارد وكده، وأخدها وأجيبها للأكاديمية. وكانت نقلة كبيرة، هو أنا existing ما بين محلتين في أمريكا كويس. الكامبس بتاعنا بتاع ده الكامبس بتاعنا بتاع امريكا، زي ما قلت لكم جامعتنا هي واحده من الجامعات الضخمه جدا في امريكا، وده ميدان كره القدم، ده اهم حاجه عندنا في تكساس، ده ميدان كره القدم، ده الفوتبول دي ده فيري بيج ديل يعني، عندنا الناس بيجوا بالطيارات، حسي طبعا الكورونا حاشتهم يعني، لكن نازي المطار ده بيكون مليان ناس، بيجوا ناس بيكونوا توب يعني في العالم، فبيجوا عشان يحضروا الجيم ده يعني. انت بعدين يعني واحد غايته هو طبعا شوه سمعتنا حسا هذا الرجل قبال ما يطلع يعني ناس امريكا دي، احنا كنا very proud about القصة بتاعت الكلشر التسامحي، لكن الحاجة اللي عملوه قبال يومين دي يعني خلت الوضع سيء جد سيء. الصورة دي ما حقيقية بالمناسبة، لانه انا احكي لكم قصة، انا في الجامعتين في اوبن يونيفرسيتي كرة الغدم دي عندهم حاجة مقدسة الامريكية سيدي، اول شيء عالم يعني، هي ما الكرة الاحتفالية، الناس دي بيجوا الأب والجد والابن بيجوا بعربات بيجوا بتراكس وحدين بيجوا بطيارات، بيتلموا قبال الكورة بيومين ثلاثة يوم يعني. المدينة مثلا لما يكون في جيم، الجيم يوم السبت، الناس دي بيجوا من يوم الخميس كويس، وبكونوا بايتين وحدين بتراكس بتاعتهم البيت، التراكس ذاته جوا بيت، فبكونوا جريل بيقعدوا في الشارع في الحدائق، بيكون اللون اللي انت شايفه، ونحن طبعا اللون بتاعنا المارون كولر بتاعنا اللون الكبدي ده، البلد كلها لابسة مارون، انت اي زول يعني انت لو شافوك ما لابس مارون انت بتخجل، فانت يو هاف تو وير المارون ده، والناس دي بتاكل جريلو بتاع. فانا كنت في اوبن دي برضو كان فريقنا بتاع القدم ده الافضل يعني، فزنا انا في سنتي اللي كملت الدكتوراه فيها في 2004 فزنا بالناشونال، هنا الناشونال دي فيري بيج يعني، فزنا على كل الجامعات في امريكا بيج ديل. لما بيتي كان قريب للاستاد، فبيجوا الجماعه باركن وعرباتهم جنبي، فلما انت تشوفهم قاعدين ثلاثة يوم تقول لو غلبوهم الناس دي حيقتلوا زول يعني، انه لانه القصه دي ذا تيك ات فيري سيريس، وحنين بيجوا بطيارات وبتاع، لما يطلعوا لو انت ما سالته منه الغلب منه ممكن ما تعرف انت الغلب منه ذاته يعني، انت الجيم منتهي الناس دي بيجوا يسوقوا عرباتهم الناس اللي بيطلعوا كله ادب بيركبوا عرباتهم بيمشوا يعني، انت يو هاف تو اسك ولا تفتح التلفزيون عشان تعرف انه هو وون ذا جيم يعني. فالقصه دي امبيدد كلتشر، عشان كده دائما لما نتكلم عن جامعاتنا وي شو الفوتبول ده بارت اوف الكلتشر، خصوصا الناس الجنوب القصه دي عندهم بيج ديل، ده الخاتم بتاعنا الاجي، احنا بسمونه الاجيز، ال12 مان ده برضه لانه مربوط دي اسم جامعتنا، ال12 مان ده انه كان قاعد برا بيحضر في الكوره والجماعه يتعوج منهم واحد تلب واحد من الجمهور وبعدها غلبوا الكوره فبقت اسم التيم بتاعنا ال12 مان. ف12
هو ده الكلشر بتاع الجامعة، وإنه هو ده الصورة بتاع الـ 12 man لما دخل مع الجماعة وفوزهم وكده، فعندها very strong culture. فالجامعة بتاعتنا دي الكامبوس بتاعنا بتاع غطر ده موجود في المدينة التعليمية، one of the best unique structure. مدينة التعليمية دي طبعا يعني دي هي بالمناسبة اللي قدامكم دي، هنا دي جامعتنا تكساس A&M، لكن ده مسجد، شفتوا الحامل زي الطيارة ده، ده الموسك بتاع الإدوكيشن سيتي، ده الكونفينشن سنتر، واحد من أفخم الكونفينشن سنتر في العالم، ده الإستاد بتاع كاس العالم، ده حسي جاهز، يعني من الجامعة بنركب البص بنمشي كاس العالم 2022، ده الإستاد الواقع في القصة دي، فحاجة كومبليت، فيها عدة جامعات طبعاً من حول العالم. لو دهريني أتكلم لكم عن الريسيرش بتاعي، إنه أنا بعمل شنو بالضبط حالياً وشغلي عن شنو، دايرين ولا يا لا طبعا اكيد اكيد عايزين، لكن بس يعني في خصوصا انه فايز بجوائز يعني يا بروف ولا شنو. ايوه اي فايز بجوائز كثير، في حاجه يعني في حاجه يعني ريلي فاسينيتنج مي، يعني الحته بتاعت الايفكتيف تيم، يعني ناس احنا يعني المبادره دي شغالين بها تيم ما شاء الله، يعني تيم او اتيام ما شاء الله. النجاح بتاعه اللي هو الايفكتيف تيم، يعني الفريق اللي هو روح الفريق وروح العمل الجماعي يعني. فأنا بس شوية كده عايزك الشباب اللي قاعد معانا ديل الحتة دي بس تدينا فيها تاني شوية كده يا بروف لو سمحت قبل ما نمشي للريسيرش بتاعك. يعني كويس القصة دي حاجيكم لي أنا لو سمحت لي، إنه أنا حاجية القصة دي أصلا محافوتة، القصة دي مهمة جدا، يعني إنك كيف أنت تبني التيم وكيف إنك تخلق التيم إفكتيف، this is big deal by the way، لأنه نجاحك مربوط بالتيم بتاعك ما مربوط بشخصك، it's not about you as individual يعني. وهي دي ميزة الناس اللي اشتغلوا في الصناعة جول أكاديمية كويس. أن إحنا ميزتنا إنه الناس الأكاديمية في ناس عندهم شعور إنه البروفيسور ده بيك في المكتبه بيحل الإكويجنز دي وبيكلم الشباب وكده، لما أنت تشتغل في الصناعة والريسيرش بتاعك يكون in nature applied research، فبتكون بتعرف تماما إنه لأنه في الصناعة إحنا ما في إحنا ما داري لنا زول في R&D في الصناعة في BASF the world largest chemical company يكون قافل عليه مكتبه ويقول له أنا اللي BASF أنا بطور التكنولوجيا، حتى لو هو بطورة ما داري إنه أبدا، إحنا دارين شخص very effective مع الآخرين. أنا مثلا البيزنس مانجر كويس بتاعنا بتاع التيم بتاع الانفيرومنتال كاتاليسيس بيتصل بي كويس ويكون قاعد في فرنسا يقوم بيضرب لي في مكتبي في نيو جيرسي يقول لي يعني ميري يا أخي you have been selected، إحنا عندنا تكنولوجي لناس فورد أو لناس تايوتا أو لناس نيسان، يا أخي التكنولوجي دي حقه يجيهم في ظرف بتاع 6 شهور، الكاتاليس بتاعنا ده كده البيزنس بتاعنا ده ممكن يكون around 200 to 300 مليون دولار، ونحن قالوا دايرين بيرفورمانس لكده لعرباتهم بالمواصفات دي للسنة الكده لكده، انت يا نمر أنا حارسل لك منو معاك في التيم، بيكون معاي واحد أنا في نيوجيرسي، بيكون معاي واحد من ألاباما اللي هم ديل الناس عندنا المانيفاكتشر بلاب في هانسفيلد ذكر، معاي واحد من فرنسا، معاي واحد من جنوب افريقيا، عين التايم ديفرنس ده كيف دي اليونتس بتاعتنا الموجوده، معاي واحد من لوجيش هيفن اللي هو السنتر بتاعنا في المانيا كويس، ومعانا تاني واحدين تاني بيقول لي انت اختارهم وانت التيم ليدر، في ناس منهم انت اول مره ذاتك ما قابلتهم اوكي. فانت بتخش في السيستم بتشوف البروفايل هو زول ده يعرفكم كيف، هو دخل احنا وي كيب ابديتنج البروفايل بتاعنا في السيستم بتاعنا في الشركه، فهو عارف انه في التكنولوجي في واحد طور حاجه قريبه ليه عشان الاكيوميليشن نوليدج، عشان ما نبدا وي دو نوت نيد تو ري انفنت ذا ويل، ما دارين نبدا من الصفر ما عندنا وقت. ان احنا واحده من عيوبنا في الار ان دي في الاندستري انه سام تايمز ان احنا بننتج منتج ما عندنا وقت تو اندرستاند الفاندمنتال بيهايند، لان احنا مربوطين بالزمن، احنا ما زي الاكاديمي، انا الاكاديمي بروفيسور عندي وقت افتش القصه دي وابحث الفاندمنتالز والجراوند واشوف الكيمستريز، هو ده داير ناس يطور التكنولوجي دي سريع. فلاندا كان طور له بتاعه سنه كده عمل لنا تايوتا، فلاندا عمل الماتيريال الكده، فلاندا بيقدر سكيل ات اب، فلاندا بيعمل بيقوم بيقول لك انت التيم ليدر وانت الناس زي بكره تتصل بهم وتبدا البروسيس بتاعتكم عندكم 3 شهور ولا 6 شهور، فانت مسؤول بحد انت الناس زي اللي عرفتهم لاصحابك لا بتاكلوا بوش مع بعض لا بتمرقوا لا في ما في اي حاجه، وانتوا في واحد انت لما تجتمع مع واحد بالليل واحد بالنهار واحد بالعصر واحد كده and you have to do the work. فانت دي لما تنقل للاكاديميا بتكون حاجه مميزه وحتشوفوها لاحقا. هقوم اتكلم لك عن التيم وانك كيف تشتغل مع التانيين وكيف تبني كولابوريشن، لانه ده جزء مهم جدا للنجاح في المجال الاكاديمي، خصوصا لو انت دار تطلع برودكت الناس يلمسوه ويشتغلوا به، لانه otherwise بتكون بروفيسور صح ممكن يكون عندك توب سايتيشن وتعمل، لكن القصه بتاعت انك توصل لمرحله برودكت الناس يستخدموا بتكون انت very far from.
وانا كنت دائما في الابلايد سايد بتاع الريسيرش ودي الاريا بتاعت السترينكس بتاعتي. كويس اخش في الموضوع بتاعي سريع عشان انا اخذت زمن طويل منكم. لا 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 خذ راحتك تماما يعني والله ما تتخيل مستمتعين كيف يعني كلنا الشباب اللي في الفيسبوك وانا والدكتور انور يعني مستمتعين واصل طوالي. كويس جدا يلا يلا نواصل القصه. القصه كلها يا جماعه عن الطاقه. يعني انا شغلي كله في مجال الطاقه. كويس الطاقه دي عندها تحديات كبيره جدا. اول حاجه العالم دي من الان الى 2050 حيزيد تقريبا ب 2 مور بليون هيومن بين، مليار 2 مليار هيومن بين حيجوا زياده علينا. كويس الزياده دي حتجي في افريقيا بالمناسبه، معظمها الزياده دي معظمها حيجينا في افريقيا. لاحظوا ان احنا في افريقيا وضعنا كيف في القصه دي، معناها ان احنا المحتاجين يعني عندنا ان احنا دي للطوب هنا في البيت محتاجين انه تو فيجر اوت انرجي سيكتورز. طبعا كل اوروبا الان متجهه للرينيوبل وهي طبعا مهمه جدا العمليه، لكن ان احنا ناس افريقيا دي والمساكين دي احنا معظمنا ان احنا في السودان الناس اللي واصلهم كهرباء 30% ل 40% بس من البوبيوليشن. يا بروف لا وقف الشير ورجعه تاني لانه السلايد الظاهره القديمه. نعم كويس خليني انا ابدا من الاول. كويس كده شايفينه؟ ايوه بالضبط تمام كده ممتاز. اوكي فهي دي دي شغلان عن الانرجي. كويس وانه الانرجي اهميتها انه هتحصل زياده بتاعه 2 بليون هيومن مين هم في افريقيا. لو لاحظوا افريقيا دي الميجر جروث بتاع الهيومن بين، وكل الناس دايرين طاقه. كويس الطاقه دي هنجيبها من وين؟ ده مصادر الطاقه الموجوده في العالم. واي دوله في العالم they have to make a decision on the energy mix، بنسميها الانرجي ميكس، انه ما في زول بيجيب الطاقه دي من محله واحده بس، من مصدر واحد من المصادر. اي دوله في العالم عندها opportunity of energy mix. الشطاره بتاعتك بتبقى انك كيف how to design the energy mix، كيف انك تعمل العمليه بتاعت الانرجي ميكس. ده اللي بيفرق دوله من دوله. كويس لو لاحظتوا انه الاويل حيواصل to grow despite الناس بيقول لك خلاص وان اويل ما في، الناس still they need liquid fuels. كويس ودول العالم الثالث دي ما عندها طريقه لانها تمشي سريع رينيوبل. ال 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 في زي البايوماس حيكون ذا سيم، الكول حيبدا يقل بالمناسبه للانفايرمنتال امباكت بتاعه، الويند حيبدا يزيد غير رينيوبل. كويس النيوكلر حصلت له المشاكل بعد قصه اليابان وقصه الروس وكده، كويس حيكون محدود الزياده بتاعته، لكن الهايدرو والجيوثيرمال دي ليميتد. لكن الفوسل فيول دي بنسميها الفوسل فيول اللي هو الأويل والغاز الطبيعي والفحم الحجري. الغاز الطبيعي ده زايد زيادة كبيرة، أنا ده مجال تخصصي. والزيادة بتاعت الغاز الطبيعي دي سيجنيفيكانت يا جماعة، يعني عينه هو الغاز الطبيعي ده من 23 حينط مباشرة يبقى 27%، دي حاجة سيجنيفيكانت جروث اوف انرجي. البعد طوالي حيكون دي يعني صح حيحصل في السولار دي اللي هو من 2% بقت 9% رينيوبل. هيحصل في السولر وفي كده وبتاع، لكن ستيل الميجر هيجي من الغاز الطبيعي. كويس والغاز الطبيعي ده هيغير العالم، لكن عنده مشكله تحت السي او 2. ما احنا كل القصه عندنا انفايرمنتال صح، فالسي او 2 دي عامله لنا مشكله كبيره جدا. والسي او 2 دي مشكلتها كبيره ليه؟ لانه ان احنا اتس ريلي امباكتنج اور انفايرمنت، الكلام ده حاصل بالمناسبه، ونحن لازم نعالج المشكله دي. هي السي او 2 دي موجوده عندنا في الطبيعه قاعده، يعني احنا زي المويه زي بخار الماء وكده لافه، كانت 750 جيجا طن بريئ. ان احنا دورنا الحضاره والسيفيلايزيشن والاندستريال وبتاع، قمنا اضيفنا 36 جيجا طن بريئ. شفتوا 36 مش 750 دي قاعده في امان الله، ال 36 دي قلبت حياتنا ابسايد داون. الجلوبال وورمينج از ا ريزلت اوف 36. بيبقى السؤال كله انه هنعمل فيه ايش؟ وان احنا لو استخدمنا فصل فيه والحزيد وهي ماشيه زايده ودرجة الحرارة دي وصلت درجتين، أنا إحنا هنعمل شنو؟ عندنا several options، يا نشيلها ندفينا تحت الأرض وفي النهاية قاعدة CO2 ممكن تأثر، أو إحنا نحولها لحاجة تانية. أها أنا من الناس نحولها لحاجة تانية. كويس حاجة very challenging، القصة دي ما سهلة بالمناسبة. يلا القصة دي أن إحنا الغاز الطبيعي ده عندنا في أمريكا، إحنا بلد الغاز الطبيعي وبيجي عندنا الشيل غاز. والغاز الطبيعي قطر دي الدولة الأم الآن بقت أصبحت في الغاز الطبيعي، فعندها huge wealth of الغاز الطبيعي.
كويس، وانا المدير بتاع المركز بتاع البحوث بتاع تكساس اي ان ام للغاز الطبيعي، اللي هو مشرف على تطوير التكنولوجي تحت الغاز الطبيعي ده في تكساس وايضا في قطر وايضا في امريكا ان جنرال في العالم. يعني ده شغلنا ده بنجيه لاحقا، يعني عندنا ده الكتاب بتاعنا عن انه التكنولوجيز بتاعتنا والاوبشنز بتاعتنا. لكن الغاز الطبيعي ده ممكن ما نطلع منه بس كهرباء، الغاز الطبيعي ده ممكن تطلع منه كل البرودكتس اللي قدامكم دي، ودي الحاجه المهمه جدا انه الناس لو الفصل فيول ده استمر الناس بيفضلوا انه يكون في الغاز الطبيعي. ده في الاجتماع بتاع باريس اوكي، في باريس اجريمنت معظم الناس قالوا يا اخي احنا ما حنقدر نتخلص من الفصل فيول دي كلها الجايه من المصدر الفحمي دي، احنا اخر لنا نوقف قصه الفحم الحجري دي او نقللها لاقصى حد، الاويل ده نخليته ديكريز، لكن احنا ممكن تسويتش للغاز الطبيعي هو انضف منهم الاثنين. فاحنا ده الفوكس بتاعنا، ده الكور فوكس بتاعنا كويس. فانا هاخدكم للرحله بتاعتي احنا كيف وصلنا للتطوير بتاع التكنولوجيز في الكور فوكس بتاع الغاز الطبيعي ده لو رجحت تاني للستوري بتاعتي دي كويس. يلا انا هقوم اخدكم تاني شيرينج اوريكم احنا عملنا شنو في العمليه دي. انا ما كنت طولت عليكم بالمناسبه، لو طولت وقفوني لو هنا. بالعكس بالعكس احنا لاقينا ثاني يا بروف. لا والله يعني الطلاب والشباب عشان يصيروا لي ودار لهم يعني سنوات انت قاعد تقول لنا الله يديك العافيه. ما ساهر بكم يعني هو ساهر. لا بالعكس نحن خايفين نساهر بك، نحن مش بالعكس. لا ما مشكله، ما انا يعني انتم سكيتوني لكم فتره وانا كل مره بجرجر فيها. بس يا بروف بس معلش قبل ما ندخل في السلايد بتاعتك دي، معناها ده مجال بتاع بحث للشباب يعني ده مجال مفتوح او مجال كبير للبحث للشباب يعني تخليه. الغاز الطبيعي هيكون one of the major يعني part of the energy mix بتاع السودان مستقبلا. هو للأسف طبعا كان في الفترة من الناس ديل بدوا في العملية بتاعت استخدامات الكرود وبدوا يطلعوا فيه، ما أحسنوا التقدير بتاع إنه كيف يناقشوا في التعاقدات بتاعتهم مع الشركات الصينية والهندية والماليزية جاتهم قصة الغاز الطبيعي. فكنا نحن we are flaring ما يقارب في اليوم ما almost 20,000 برميل لو حسبت الغاز حولته بمقدار الطاقة لبرميل أويل. كنا we flaring، flaring معناه ما في كافي الهواء زي كويس أو بنحرق يعني ولا بتاعت اللي بتكون مولعة دي مش كده flaring القصة دي يعني كويس. هو الفلارينج ما بطال يعني، هو على الأقل flaring ضيعنا قروشنا، لكن الأخطر على البيئة هو الفينتين إنك تفكه بس كميثين، لأنه الميثين تأثيره 50 مرة قدر التأثير بتاع CO2 اللي هو بنتكلم عنه حسي وتأثيره على. فعشان كده إحنا الغاز الطبيعي ده حيكون واحد من الميجر فوكس بتاعتنا، ونحن مأملين في إنه يا أخي في بلوكات كثيرة اللي هو المربعات بتاعتنا في بلوك 8 في منطقة الدندر، في بلوك 15 في البحر الأحمر، في بلوك 13 في بلوكات إنه نلقى غاز طبيعي. وبعدين مع الشركات العالمية اللي هو أنا جزء كبير جدا بتعامل معهم الآن ديل، فديل بالمناسبة بكل أمانة الشركات الغربية والأمريكية إن جنرال هي اللي بتعرف تتعامل مع الغاز، الصينيين ما بعرفوا they don't know okay for certain يعني ما هنا يعني. ففي حاجات وفي تكنولوجيز يعني هم ديل بيعرفوها كويس جدا، فاي هوب إنه بعد رفع الحظر ده هتجي الشركات دي ونتمنى إنها تعمل النقلة الكبيرة. فالغاز الطبيعي واحد من الأرياز الأساسية لأنه هو بينتج له حاجات كثيرة زايد يعني. إحنا حسي على ال LPG اللي هو الغاز بتاع الطبخ ده بتاع البيوت والناس واقفة في الصفوف وبتاع، بينتج لي جزء ممكن يحسن الكرود بتاعي. إحنا عندنا مشكلة بتاعت heavy crude، لو we blended من الجاي من النافثة من الغاز الطبيعي بغير القصة. عندنا products كثيرة جدا لو وصلنا فيها ممكن نطورها لو طلعت لنا كمية غاز كبيرة واكتشفناها. الآن ما عندنا الكميات الكبيرة. واليوريا اللي هو الأسمدة، إحنا بلدنا دي زراعتنا الإنتاج بتاع الفدان ضعيف جدا مقارنة بمصر، يعني متدني جدا. إحنا محتاجين أسمدة، محتاجين أسمدة. الغاز ممكن يكون سورس مميز جدا للأسمدة لو وجدنا كمية كويسة. فالغاز الطبيعي ممكن يعمل لنا نقلة كبيرة جدا في كل القطاعات بتاعتنا بتاعت الطاقة في السودان، الكهرباء، في كل القطاعات الأخرى كويس. أنا شغلي في إنه كيف أحول الغاز الطبيعي، أنا كمان بعمل حاجة معقدة شوية، لألترا كلين فيولز زي الموية. شفتوا الحاجة المدفقة دي، شايفين الصورة؟ بس دي ده شغلي. لا ليه بنسميها ألترا كلين فيولز؟ لأنه هي بتشبه الموية، ما حد يقدر تفرقها. لو أنا خدت لك مثلا جازولين ولا ديزل ولا بتاع
مع بتاعت باغت مويه ما بتقدر تفرقهم بالمناسبة، لأنه هي لا فيها أروماتيكس المركبات العطرية ولا فيها سلفر الكبريت، وحتى لما تشمها ما فيها ريحة، فهي ألترا كلين فيولز. فدي أريا مميزة جدا. مثلا في قطر الآن في the world largest أكبر مصافي بتحول الغاز لليكويدز، واحد بتاع شل، واحد بتاع ساسول اللي هو بتاع الأوركس جي تي ال and the Peral جي تي ال plant. فأنا كيف إنه أقدر أطور التكنولوجيا؟ يعني تخيل إنه أنا جيت باحث علمي قاعد في محل فيها أحدث تكنولوجيا في العالم، كان أوريكم إنه أصلا never give up، ما تيأس، ما تقول يعني إحنا في السودان مصانعنا كلها قديمة ومنتهية، يعني أنتوا عندكم area of research if you wanna do research unbelievable، لأنكم كيف تمبروف الإفشنسي، تعالجوا مشاكل. أنا جيت لمحلة this is the world best and the latest technology، حتى أنا جيت قبل ما إنه to commission يعني إنه ولا حتى commission يا ده بيبنوا فيها، لما أنا جيت to commission وأنا قاعد، فإنه كيف أنا أكون relevant، أعمل research applied. ما أنا قلت لكم research بتاعي applied، أنا ما قاعد to do fundamental basic، الفundamental عشان توصلني للأبلاي، أنا ده رسل لتصميم لحاجة تضيف، فإنه كيف إنه أضيف للناس دي. والقصة دي ما هينا بالمناسبة، لأنه هم بشيلوها من البحر الغاز ده وبمرروه لحد ما يستخدموه عشان يعملوا العملية دي في النصف، بنظفوه من كل الحاجات اللي فيه. ما هو لما نطلع من الأرض الغاز الطبيعي ده ما الميثين بس اللي أنا محتاج له، هتطلع معه حاجات تانية دي كمان بتطلع لنا قروش محترمة جدا. إحنا في السودان ما عندنا، سميها الميد ستريم ناتورال غاز بروسيسينج، وفي غفر دي هيوج، لكن لأنه أنا بنظف السي أو تو برضو بتطلع عليه هيوج سي أو تو إميشنز. أنا ركزت في إنه كيف أستخدم دي الأورد الأخيرة بتاعت 2020 اللي هو جائزة أفضل مخترع من هنا يعني من الاندستريال، وبعدين دي لكل يعني دي منافسة كبيرة جدا لكل حتى ما الار ان دي بس بتاع الاكاديميه في قطر اللي هم اسسات والاف الساينتست وكده، لكن الشركات العالميه الموجوده اللي عندها في كيو اس تي بي اللي هو ايضا فيها كل الشركات العالميه شغاله يعني. فنحن عملنا احنا طورنا تكنولوجي بتحول الغاز ده لحاجه اللي هو سي او 2، الناس كانوا في كوفي الهواء بيعمل لكم انفيرومنتال امباكت، ده لحاجه فيري فاليبل سوليد برودكت، يعني غاز بيتحول لسوليد، والسوليد ده كربون نانو تيوب. كربون نانو تيوب ده قيم جدا في العملية بتاعت التحول في الصناعة، كويس؟ فلما نطورنا القصة دي فيها ليفلز كثيرة بتاع التعقيدات. يلا نجي لسؤالك يا ياسين، إنه أنت لما تجي أصلاً ما تفترض إنه أنت أبو العريف، أنت بتحل المشكلة كلها. عين قصة التيم بتصهر وين؟ في إنه أنت لما تشوف البروبلم you have to analyze it، تشوف الأريا اللي أنت عندك فيها strength والأريا الثانية الناس تانيين ممكن يعملوا لك فيها إضافة. ودي الحاجة اللي أنا بيتمناها في البحث العلمي في السودان، إنه الناس ما حتقدر تطور كل جامعات أو توصيلها للبحث العلمي. وأنا قدمت مقترح متكامل لوزارة التعليم العالي، لا أدري يعني إن هم يعني interested on it or not. إنه أمريكا دي لما قامت بspecialized national labs، الناشونال لاب دي عملت مهضة أمريكا، ما لأنه كل جامعة دورت هي اللي غيرت الترانسفورميشن بتاع الريسيرش في أمريكا. الآن في السودان قلت لهم we need to do the same، إنه نحن تقلصر الريسيرش ونخلي الناس يتعاونوا، يعني ما ضروري كل جامعة لازم تكون طب، ما حنقدر ولا عندنا ذات كواليتي بتاعت فاسيليتيز ولا كواليتي بتاعت لوجيستيكس. يعني الناس لو دارين لهم أنبوبة بتاعت غاز بتاعت هيليوم وهم في الجامعة الفلانية حيجيبوها من وين؟ يعني we have to be realistic، عشان to be realistic we need to find إنه how to cluster الناس مع بعض. دي واحدة من السكيلز اللي احنا اكتسبناها. فأنا لما جيت عمل البروبلم دي عرفت إنه أنا لو دار عمل القصة دي في مشاكل بتواجهني في تطوير الصناعة. ما حخش لكم في تفاصيل بتاعت ناس هندسة كيميائية ما تلاوزوا، يعني هو الهندسة الكيميائية بشوفوا القصة دي بعرفوا أنا بتكلم عن شنو، كويس؟ لكن القصة دي عندها ستيبس عشان أنا أطور التكنولوجي دي وأخليها تكنولوجي as a final product، أنا لازم أمشي بالستيبس دي. أنا ما بعرف الكلام ده كله، أنا لا أدعي إنه أنا I can do the whole things، معناه أنا I need to build a team. التيم ده ما ضروري الناس اللي قاعدين معي في اللاب وطلبتي بس والباحثين، التيم ده انه انا اخترته من الشركات من الافضل في العالم توتال، اغنحتهم، انا مشيت قعدت معاهم وريتهم انه نفس القصه بتاعه كامبريدج اللي حكيت لكم، انه انت يو كرييت يو فايند البروبلمز يو فايند انه الناس دي هاو ريليفنت ذي ار للشغل بتاعك، وبتقنعهم بانه يا اخي لو هم تعاونوا معك القصه دي ممكن تطور تكنولوجي. فدايره عمليه بتاعه فيري سترونج كوميونيكيشن سكيلز مع الناس زي الأفضل علماء في العالم، ما بتغشهم يعني، بتجي تقول لهم يا أخي أنا أبو العريف، هم الأفضل يعني، زي بروفيسور لينجلادين دي هي الطوف في العالم، يعني أنت تجي تغنيها إنك أنت
وانا كنت الوقت ذاك يعني اسوشيت بروفيسور يعني يعني زول صغير يعني وهي زول طب وهي في كامبريدج يعني يعني وانا اجي انت لو ما عندك سوليد لوجيك دون دو ات ما تمشي تحاول انك انت تتفلسف لانه بعرفوك انا زول ده فيري سمارت فانت يعني البروجيك الكبير ده بالمناسبه ده 5 مليون دولار بروجيك ال 5 مليون دولار بروجيك ده انا عشان اعمله جبت كل الناس زي انفولف معي من كل المؤسسات دي جامعات نورث ويسترن ديل ديل جروب بتاع الكيمستري جبتهم من الكيمستري انا كيميكال انجينير ناس توتال ديل جبتهم من الانجينيرنج ومن الكيمستري ومن الكاتاليسيس وزملانين في تكساس الشغالين في البروسيس انجينيرنج والسيستمز وعملنا كل الستبس دي عشان نطور التكنولوجيا يعني انت يبيلد البيسز مع بعض وتمشي تغنيهم وكلهم تبقيهم التيم وانت يوليد هنا بتجي الليدرشيب سكيلز بعد ما انت كونت التيم يو هاف تو بي ايبل تو ليد القصه ما قصه ان تكونوا قلنا يلا يا جماعه توكلوا بجيكم بعد بكره ان شاء الله ادوني فيها نصيب وروني الحاصل شنو يو هاف تو ليد البروسيس عشان تضمن ان هي الديليفر الحاجه اللي انت ساكيها فالقصه دي البروسيس دي بتادي لك للحاجات اللي انتوا الناس الاكاديمية انتوا انترستد فيها التوب جيرنال بيبرز البيج بارتيسيبيشن البوكس انه هي دي نتجت من القصه دي بدت كفكره والله الفكره دي بدت في 2013 في ورشه في جامعه قطر وكانوا في دكتور مصطفى لو هو موجود الله يدي العافيه يعني دكتور مصطفى عباس في جامعه الخرطوم انا عزمتهم وجوني وحتى بروفيسور احمد ابو سعيد في جامعه الملك سعود جوني هنا وكانت الورشه دي قعدنا نحن بعد الورشه كانت بتتكلم عن السوليد ماتيريال في الهيدروكاربونز قمت قلت لهم يا جماعه كده نشوف احنا ممكن نشتغل شنو قعدنا في تيبل ان احنا حوالي 13 14 تو برين ستورم انه ممكن يطلع شنو بروجيكتس معانا بروفيسور وان اوف ذا توب ده هيكون هنا نوبل لوريت بتاع كيمستري اسمعوه في اسمه توبي ماركس في نورس ويسترن وقعدنا وبدينا الفكره دي عين الفكره دي وصلت لشغل الحاجات الصغيره صغيره دي ات بيلد بيسز وان اوف ذا توب جيرنلز كانت في القصه دي مساهمات لكن المهم براءه الاختراع فدي واحده من التكنولوجي اللي فزنا فيها الكارجن تكنولوجي دي ا ميجر كينجر كان والله لما كتبنا البروبوزل ولما عملناه ما كانت في راسنا دي طلعت از ريزلت اوف ريسيرش وبابنه بطالب بتاع دكتوره ما انا انا البروفيسور ده بنظر لكم حس هذا انه السيستم وين يو كرييت ذا سيستم يو جيت ذا بيست اوت اوف ذا بيبل اراوند يو السوبرفايزر الشاطر والادفايزر البروفيسور اللي هو ليدنج ا تيم الشاطر انت دائما يو امباور التيم بتاعك and you choose the best and انت challenge you اللي بيشعروك بانه هم they are challenging you argue and the team بتاعي ما بقعدوا what do you want us to do today professor and then tomorrow what do you want us to do it's not about this انه هم they come with their own ideas and then I argue with them and they argue with me لما نقول لهم عملوا الحاجة دي يقول لنا يقول لي sorry prof انه القصة دي we're not gonna work this way القصة دي لو عملناها لانه احنا جربنا قبل كده ونستارت احنا to argue مع بعض لما الطالب يبقى أرجي وأشطر مني بعرف إنه خلاص بعد ده خرجه ما أنا ما عندي حاجة له هو بقى mastering the field better than me يعني هو he get deep into a level that there is nothing more I can give for him okay فأنت بتعرف إنه this is how you evolve الناس الشغالين حولك بإنه هم to be leaders in their specialized field ودي كده القصة اللي بتحصل فالكارجين تكنولوجي دي is a game changer بالمناسبة لأنه دي حاجة بعدين بدأت صغيرة بدأت في مايكرو سكيل لحد ما وصلناها لكيلوغرامز ليفل بالفكره بتاعت انك كيف انت تطور التكنولوجي ودي الحاجه جزء مهم جدا في انكم انتم تستوعبوا انه الريسيرش ما بنعمله بس عشان نحضر ماجستير ونتخرج بيه ونفرح بيه ولا دكتوراه ونفرح بيه انه الفكره بتاعتك دي يو نيد تو فولو اب وانه انت الفيجن بتاعك لانه الفكره تبدا وين وتنتهي من وين يعني ودي قصه مهمه جدا بالمناسبه في التطوير يعني بتاع الحاجه دي كويس التكنولوجي دي هي شنو بالضبط يعني خلينا نجي سريع نشوف انه لما بدينا زي ما قلت لكم بدينا صغيره جدا ودي الكربون نانو تيوب دي الماده لما تشوفها صغيره في النانو متر سايز ولما دي تكبرها بتشوفها كده الماده دي بالمناسبه بتعمل فيري بيج ديل يعني كينجرز بعد ذاك لما تسكيل ات اب ليه لانه هي ممكن تغير الستينلس ستيل اندستري هي ممكن تغير صناعات كثيره دي استخداماتها في السيمنت اندستري في الستيل اندستري في الكاربايت كاتاليست لكن باي ذا واي كل الابلكيشنز دي المناسبه النيد ابلكيشن دي الالكترونكس الكربون فاينر السولار بانلز الطيارات الباتريز كلها محتاجه للكربون يعني تخيل انت سي او 2 اللي كان فاكيو انت في الهواء ده بقى لك ماده داخله في كل المواد دي بدل ما انت كنت فاكيو فور فري
جزء من الكونتريبيوشن بتاعنا في الريسيرش ما قلت لكم احنا فيري ابلايد. احنا ساعدنا مع شل اشتغلنا في كونسورشن فيو شل الفيول مانيفاكتشرر، فيو روز رويز الانجن مانيفاكتشرر، فيو ايرباص الايربلين مانيفاكتشرر، فيو غطر ايرويز الكارير بتاع كويس عشان نطور فيول جاي من الناتورال جاز الجي تي ال اللي بيشبه المويه ده، وانه كيف نخليه في الطياره. ما انت ناس الطيارات دي ما زي ناس العربات ولا ناس البصات، ما الطياره دي لو مقتنعوا 100% انه الفيول بتاعك ده بيشتغل ما بخلوه في الطياره، لانه انت في التاكسي لو حصل لك مشكله تنزل تركب ركشه، لكن في الطياره دي في نص الهواء احنا بنسافر من الدوحه لهيوستن دي 16.5 ساعه احنا في الهواء معلقين في السما فوق. فحس انت اللي حصلت لك لو خدت لهم فيول قلت لهم يا اخي كذب اركوا الفيول ده بيشتغل كويس، ممكن تنزل في فرنسا بعدين ممكن تنزل دايفنج زي ما بقولوا يعني. فعشان كده يكونوا حريصين جدا يتاكدوا من انه يا اخي التصميم بتاعك بتاع الفيول ده اكيوريت، يعني ما فيه اي مشكله. بعدين مثلا انا في الدوحه مليته بديتهم جزء من الفيول بتاع جي تي ال جاز ليكويد تكنولوجي جبته من الناتورال جاز، لكن لما مشوا امريكا ما عندهم ما فضوا التانك بيكبوا عادي، معناها الفيول بتاع ده البلند بتاعه ده بيشتغل في اي حاجه، لازم اثبت لهم الكلام ده. فاشتغلنا في فيري نايس كونسورشن، الكونسورشن ده طور واشتغلنا مع معظم الصناعات دي في العمليه بتاع تطوير البحوث، وكل ناس اتبعناهم بطريقه مختلفه. يلا نجي لسؤالك يا ياسي. It is all about the team. وإيس الكلام ده ما عملته لأنه أنا بس بقعد براي كده وبفكر وقوم بالليل صباح بقوم يلا يا جماعة ندور في القصة. It's a process. البروسيس دي تبدأ بإنك أنت to recruit the right mind. تختار ويجيب الناس المميزين وتبدأ تدربهم الناس. أنا لما بديت بمعمل فاضي ما عندي أي حاجة، وده أول تيم لي. كويس؟ أول تيم لي ده جاء من الدول دي في العالم. شوفوا الإعلامي. يعني انت you recruit them from different places around the globe، والناس اللي يبدوا يشتغلوا مع بعض في العملية تحت البحث العلمي، لا يتعارفوا مع بعض قبل كده، لا بعرفوا بعض. كيف انك انت تكريت ده الليدر الشاطر، انك كيف تكريت كلشري هم مختلفين، جو من مناطق مختلفة، لغتهم مختلفة، احيانا دينهم مختلف، كل الحاجات دي انت you have to make them one team and that one team become a successful team. This is the second stage. And then not become a successful team, to distinguish itself, to be better than everyone else. فالتيم ده إياه، ده أول تيم كان ميجر لي أنا لما نجيت، فاز بغطر Foundation Based Energy and Environment Program of the Year 2012. دي الأورد ما ظهر الصورة. وأنا ما استلمت الجائزة، أنا ما كنت في الاحتفال. استلموه من الشيخة موزة شباب ديل. يعني هنا طبعاً يعني بنعي واحد من أميز الشباب، شاب سوداني، الفاتح الملك، هو يعني من أمريكا، واحد من الشباب المميزين، وهو يعني استشهد في حادث حركة، هو مني مشى لشل. فهما هنا ديال الشباب الصغار استلموا الجائزة on my behalf. ده الاحتفال، احتفال ضخم جدا، جايين حتى الساينتست من كل أنحاء العالم، يعني جابوا العرب ساينتست من كل، من ستانفورد، من MIT، من هارفارد، من كامبريدج، من أكسفورد. كانت احتفال، أنا ما كنت حاضرة، لكن استلموهم، استلموا الجائزة هم وفرحانين بها لأن هي جائزتهم. وإن كيف إنه يعني هم في النهاية، وبعدين من النهاية صمفهم أندر جراديويت إيفن، لا هم البوستوك، لا هم PhD، لا كده، يعني بعضهم الأندر جراديويت هم دار سمايلي الصغير اللي هنا ده، ده حسي كمل الدكتورة من الإمبريال كوليج، مش عمل الماستر في كارنيجي ميلون، وحسي كمل الدكتورة وحيبقى بروفيسور فيري سون. يعني فإنه أنت ديل الانفولمنت في الهيومن بين، إن كيف تطورهم عشان ينجح. المشكلة الأساسية إنه التالنت ده كيف إنك أنت تحافظ عليه، ده واحدة من التحديات الكبيرة. هالخبر الجميل، أنتوا في السودان ما عندكم أي مشكلة زي دي على الإطلاق، سبحان الله. You have this talent, you don't have the environment, you don't have the powerful بتاعت الكابيسيتي، you don't have the process to get the best out of them. لأنه نازل لما نطلع طوال بيبقوا the best. They are very quick learner. أن إحنا السيستم بتاعنا الجرينابيو بالمناسبة السيستم البريطاني بتاع جامعة خرطوم ده is very challenging. أنا حسنا ما بقدر أدرس بيه في 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 السيستم الأمريكي، وأنا بروفيسور في في كوليج ستيشن ولا في في غطر، ما بقدر أدرس بالطريقة اللي أنا بدرس الجرينابيو جامعة خرطوم. جامعة خرطوم ده أنت بتخش بدرسوك الدرس الأول مختلف من التيتوريال اللي بيدوك ليه، التيتوريال مختلف من التيست، التيست مختلف من الإكزام. In each one of them أنت بقدر see something new. وانت مفترض تكون very creative
يعني ده زمننا. هاي ترى ما أعرف الزمن حالي حس يتغير قدر شنو، عشان كده ما في ناس كانوا تخرجوا فيرست كلاس. ما لأنه يا أخي أنت، لأنه أنت you are surprising الناس ديل. يعني أنا لو عملت كده في السيستم الأمريكي بيرفضوني، الطلبة ديل ما بغيموني بيقول إنه يا أخي أنا بدرسهم حاجة وببتحينهم في حاجة تانية. they will not gonna be happy by the way. فأنا I have to give them textbook and I have to teach them and I have to tell them إنه how I will gonna evaluate them. فنحن السيستم ده خلانا السودانيين very quick learner. السيستم المرقنا منه very tough very rigid عنده advantage. الادفانتج دي انه احنا quick learner، فنحن عندنا التلن. لو قدرنا نخلق المنظومة بتحت النجاح هنخلق النجاح سريع جدا. الhuman resource we have it. We have the human resource. We need the environment. We need the capacity. We need the right leaders عشان to lead the human resource دي عشان يعملوا النقلة دي. كويس؟ لما تيجي شوفوا الجماعة دي اللي بيشتغلوا، وانا حوريكم صور لقدام ان شاء الله بتاعت فيديو، الشغل ده بيبدأ صغير وبيكبر. حيات دي حس دي جوا اللاب بتاعي بيطوروا في واحد من الفيولز اللي هم شفتوهم البرودكتس بتاعتهم. اي هوب انه الفيديو ده شغال. شايفين الفيديو ده شغال ده واضح جديد. This is a new lab. يعني ده الكلام ده قريب بالمناسبة. نحن ويا بتاعت اللابات دي بتكون بكم يا بروف؟ هذه قروش كثيره جدا، ما في داعي للكلام ده. مثلا عشان بس نعرف احنا قريبين ولا بعيدين. هي دي ممكن بتعتمد على الاكويبمنت بتاعتك، لكن مليونز اوف دولارز. لكن از اكيفبل لو الحكومه عندها فيجن. والان بالمناسبه ده قلت لوزاره التعليم العالي واللي يتمنى انه هم دايري لي كيك سيريسلي، انه عندنا ممكن نفتح باب للتعاون مع الجامعات المؤسسات الفنيه الامريكيه ويجيب لنا قروش كثيره جدا. يعني بعد فضل حظري ديه رفع الحظري عننا، ونحن جيناهم، نحن جينا الأساتذة السودانيين الأمريكان في الجامعات الأمريكية، جينا لوزارة التعليم العالي ووضعنا لهم خطة بتاعت إنه يا أخي نجهز روحنا للمرحلة ما بعد ربع الحصر، وخلونا نتعاون معاكم لأنه عارفين عندنا مشكلة بتاعت كابيسيتي بتاعت even writing proposal we can write a joint proposal. نحن عارفين السيستم في أمريكا، نحن منه، نحن بنطلع منه القروش، والسودان حيطلع حيكون عندنا big resources. خلونا نهيئ لأفكار إنه كيف البرنامج بتاع التطوير بتاع البحث العلمي في السودان بيحصل، عشان إحنا نقدر ندعم مؤسسات والأباس زي دي. يعني وقدمنا لهم الفكرة كلها في الانتظار إن شاء الله. يعني نزل الله إنه يعني الكلام ده لكم يا بروف من ما قدمته من ما قدمت البروبوزل ده لكم كمسي. والله يا أخي لينا زمن لينا زمن، لكن هم طبعا الناس كانوا مشغولين في حاجات كثيرة جدا وتحديات كبيرة ويأندرستاد. لكن الآن من المفترض إنه تبدأ الحراك ده مباشرة، يبدأ بخطة واضحة very focused plan، إنه أنت you cannot build the capacity دي في أي مكان. أنت تقسم، يعني أنا البروبوزل اللي قدمته لهم كالآتي، إنه إحنا ممكن نبني حاجة زي الناشونال لابس. كل منطقة في السودان عندها إمكانيات وعندها حوجة اقتصادية. ما أنت هدفك الأساسي إنك كيف تربط جامعاتك دي مع المنظومة تحت الحراك الاقتصادي. إنه مثلا الجامعات في غرب السودان عندهم تأثير كبير جدا في عملية التعدين، في عملية البروسيسنج بتاع الصنغ العربي، اللحوم الكده، المجالات تحت البحوث المركزة في تطوير الصناعة دي ممكن تكون المركز ده في غرب السودان. زول في الشمالية داير يشتغل في الأريا دي بيركب الباص أو بيركب القطر يمشي لحد غرب السودان يقضي يعمل part of the research، لأنه دي الطريقة اللي عملت بها الدكتوراه بتاعتي في أمريكا. في تجارب أنا ما بقدر أعملها في جامعتي، هي موجودة في الناشونال لابس. بسافر بحجز الزمن، بقعد معاهم اسبوعين ثلاثه، بعمل تجاربي وبجي راجع بشيل الديتا بتاعتي. كويس. ناس البحر الاحمر، جامعه البحر الاحمر، الفيشري ستاديز، المارين ستاديز، السنتر بيكون هناك وبكون هو الناشونال سنتر بتاع السودان. ناسنا بتاعين النيل الابيض، جامعه الامام المهدي، مركز السكر، كل صناعه السكر موجوده في المنطقه دي. فهو ده محد السكر القومي، بنبني المركز هناك، كل الريسورسز والتعاونات الدوليه بنعملها هناك. كويس. ناس الصناعات الغذائية بتاعت التمور والبتاع، جامعة الشمالية، جامعة الجزيرة في الزراعة، جامعة الخرطوم في الطب، النيل and so on. This is just يعني an examples. إنه كل المناطق أنت you create hubs. الhubs دي هي بيكون عندك فيها ناس متخصصين جدا. الناس المتخصصين دي اللي بيتعاونوا مع زملائهم في أوروبا في أمريكا الآن هم they are attacking كويس by a very specific plan and they are trying to reach out the funding agency الموجودة. أمريكا دي بتدي للدول بتاع الصف صحارة billions of dollars per year. إحنا محرومين منها 30 سنة. الآن فرصتنا في إنه يا أخي نجي وببروجيك مشتركة. يعني الحاجة دي ما مستحيلة بالمناسبة، لكن دائرة بلان، دائرة تخطيط، دائرة رؤية، دائرة يعني اختيار قيادات مميزة للعملية دي، والناس تشتغل، الناس جوا البرة. وعايزة effective team يا بروف.
نعم افكتيف تيم. هاي ما التيم ده هو افكتيف كيف انت هاو يو بيلد ات بالبلانينج. ايوه لازم تهيئ الانفايرومنت. انت لو ما هيئت الانفايرومنت الناس اللي تلاقوا وين؟ ما قلت لكم في كاباسيتي فور السودان وفي كاباسيتي ان السودان. الان الثوره دي خلت كل الكاباسيتي اللي برا السودان ده داير يساعد البلد وداير ينقلها. يا اخي انت يو هاف انت الناس انت القياده جوا البلد دي يو هاف تو كرييت الانفايرومنت عشان الناس ديل يجوا يساعدوك وعشان يطوروا لك البلد عشان احنا نقفز. احنا ما تاخرنا تاخير كبير جدا. جيراننا ديل فاتونا كثير. احنا وي كان نوت ووك الهوينه نمشي الهوينه زي ما نقول. ما عندنا خيار زي ده. احنا بس بنفترض انه تجم عندنا الهيومن كاباسيتي جوا, عندنا الهيومن كاباسيتي حول العالم المميزه الناجحه, وعندنا منظومه. مسؤوليه القاده الان انه كيف يربطوا ما بين الاثنين ويخلقوا المنظومه اللي بتعمل التحول دي. دي مسؤوليتهم, ده شغلهم يعني. And this is their main responsibility. لو نجحوا فيها بنصل لللابسة اللي انت بتزعل منها دي أنور. يعني ده واحد منهم. ده أنا اللاب اللي خلقته ده بالمناسبة one of the most unique lab في الفيول characterization في الميدل إيست. اللاب دي كل الشركات العالمية الضخمة دي شغالة به وبتحتمد عليه. كويس. هونيوال يو او بي, جي اي, اويل اند غاز, شل, كويس, قطر ايرويز, كل الناس اللي عندهم مشاكل, اوركس جي تي ال عندهم سامبلز, عندهم بيعملوا ريسيرش معانا. فالهيومن كاباسيتي ذاتها اللي اتطورت والبيجتيل كلهم حسمشوا في الشركات حول العالم. دي الاورد طبعا الاخيره بتاعت الديستينجويش انفنتر في شهر 10 العملت راو. وفي النهايه الكلام اللي قلته ونشرته في جروبكم انتم لو بتذكر انه هو ده هو ده نتائج التيم ورك دي للناس اللي هم بيستاهلوها. يعني الناس شايفينهم قدامكم ديل. يعني هو انا as a leader of the team I have the great honor and pleasure. ودايما بصحر انا بقول لهم انا I am your marketing guy. انه انا ببيع لكم القصة I am the seller بس انا بعمل لكم marketing proper. لكن ده شغلهم يعني ده تميزهم. فانت you create the environment اللي هم بيبدعوا فيها وهم ده شغلهم. يعني هم ناس جايين من مختلف عن حال العالم. انك how you create the environment انه هم يشتغلوا. وناس كتار من السودان شايفينهم قدامكم هنا زملانكم وتخرجوا من جامعة الخرطوم من جامعات تانية كويس من جامعة غطر وكده وبتاع. لكن ناس من داخل السودان من خارج السودان كويس. ناس جايين من كل أنحاء العالم يعني بيشتغلوا معي أوروبا أمريكا نايل فلبين البتاع كل الناس اللي بيشتغلوا as one team. إنك how you create الانفايرومنت إنه كلهم يشعروا إنه هم one unit they think together they act together. ودي ال part of a leadership requirement. أوكي أنا ما عارف أنا عندي هنا كده دقيقة ده الفيديو حمرر لكم سريع عشان تشوفوا اللعب بتاعي جوا ولا قطر establish itself to be the world leader in natural gas monetization by building one of the world's largest existing natural gas monetization facilities. They are number one global wise in the area of liquefied natural gas, but also they built the world's largest gas to liquid technology. But unfortunately, at the same time, that come with a heavy cost when we consider the emissions coming from those plants per capita. And Qatar become the major producer of CO2. And they are aware of this problem and they committed themselves in COP18 that's held in Doha to handle this problem from the capture to the sequestration level. Brine reforming technology is one of the most sought out CO2 conversion processes. In this reaction, CO2 and CH4, these are the two greenhouse gases, they react to form syngas. However, in this reaction, solid carbon is formed and it is a big challenge. It deactivates the catalyst. Also, it is highly endothermic in nature. And the syngas that is produced is not compatible with the downstream applications. So we were able to find a breakthrough technology by which we were able to address these challenges. To put it simply, we'll collect the CO2 emissions from the industrial infrastructure of Qatar along with methane. It will be then sent to the first reactor, which is the carbon generator reactor, and we'll process these greenhouse gases to produce carbon nanotubes. And then the post-carbon reaction gases will be then sent to the dry reforming reactor in which syngas is formed. And this syngas is then sent directly to GTL industry. The first step is dedicated towards carbon formation, and the second step is dedicated towards the syngas formation. When we started running these simulations and the results started coming in, we realized something was really different. We noticed that the amount of carbon dioxide that was being consumed by the carbon process was significantly better than the dry reforming of methane process. So we decided to run the experiment in a very small scale,
let's say 20 to 30 milligram of the catalyst. The point here is that we wanted to monitor the mass gain during the reaction. At the same time, we wanted to monitor the evolving gas from the reaction. When we tested the material, we found high purity multi-wall carbon nanotube. Carbon nanotubes are amazing material that have a variety of application and have very significant market demand. In order to fully validate our process, we also have to conduct a life cycle assessment to know if the carbon footprint is higher or it's lower. If the net CO2 that's coming out of our process is more than the amount of CO2 that's going in, the process is not carbon friendly, it's not eco-friendly. The thing that makes Cargen exciting is it's 50% less energy intensive than the standard DRM process, while at the same time it utilizes 60%, at least 60% of CO2 per pass. And we found out that in terms of carbon footprint, the Cargen process is about 40% lesser when you compare it to industrial benchmarks like partial oxidation. It costs 40% cheaper to operate it as a plant. This has never been done before in the field of cryoreforming technology. It's a brand new technology, it's a brand new invention, and because of its uniqueness in this area of CO2 utilization, we were able to patent it very quickly with the help of Qatar Foundation support. The research is gaining a lot of interest. This is really addressing a challenge that the global community is trying to address. That gave us a lot of confidence that yes, the technology that we invented was scalable, and we wanted to scale it up further. So Qatar will be a major producer, not only in terms of ultra clean fuels and value-added chemicals from natural gas, but it can also be a major producer of high-quality carbon material and carbon material in general. And it will be a model for CO2 sequestration global-wise. This work has been done in a unique collaboration model with the Qatar National Research Fund and my colleague at Texas A&M University, Professor Mahmoud Al-Hawad, and his research team. And it shows the leadership that this institution of Gas and Fuel Research Center of Texas A&M working to cover technology development from the micro scale all the way up to the macro scale, looking at the problem of developing a catalyst, developing a process, and then also developing a final product that's unique in characteristics and marketing value. اوكي يعني اي جس انه ده اداكم فكره ميبي عن القصه. اوكي يلا نجي للتيم. شفنا باشمهندس قاسم منتظر في الفيديو. ايوه نعم بس هو في 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 تكساس في كوليدج ستيشن. نعم ايوه شغال. يعني قاسم واحد كان من المشرفين في المجموعه الباحثين السودانيين. يعني هو واحد من الناس المميزين جدا and he's doing now an amazing job and I hope that's انه حتى شغله حيكون اضافه للسودان مستقبلا ان شاء الله. كويس نيجي للسؤال الثاني انه كيف انت تبني الاستراكشرز بتاعت التيم دي وهل انه انا يعني لو لاحظت انه القصه دي حكوا لكم الجماعه اللي عملوها يعني انت كليدر ما انك دائما تستعرض ان انا اديتهم فرصه لانه هم اللي اشتغلوا الشغل فكل واحد بيحكي جزء بتاعه. الميزه في انه كل واحد يشتغل جزء مختلف لكن كل واحد بيساهم في جزء بتاع الثاني يعني ان احنا وي اكيوميليت الفورسز بتاعتنا از وان تيم وي دونت ديل ويز انديفيديوالز انه ده حقي انا بنجده وانت اتصرف في حقك. We do not do that. يعني الاسبيريت وي كرييتد انه ان احنا وي ورك از وان تيم وانه انا موجود معاهم هنا. انا ما يعني انا حسيت حبستني الكورونا لكن انا كان كل شهر بكون في يعني 3-4 محلات اوكي من حيث السفر من حيث كده. فانه هاو يو ستراكشر التيم انه يكون افيشنت ريجاردلس اوف يور اكزيستنس انت موجود ولا ما موجود اوكي. فانه الاستراكشرز بتاعت التيم ورك بتاعي الهيكله بتاعتي انه عندي ستراكشرز انه كل ناس دي سوبرفايز اذر ان ديفرنت لايرز اوكي. يعني بتبدا من الريسيرش ساينتست للبوست دوك للبي اتش دي ستودنت للماستر للاندر جراديوس ستودنتس اوكي. فالستراكشرز تكفر الفرايسون دي وكلنا بنشتغل انه الاكيوميليشن نوليدج بيجي فلوينج داون يعني فبيجي الزول زي انا بيكشر بعد ذاك بيجي بكشر بالقصه بقول لهم انا السيلز مان بتاعكم يعني. لكن this is a way انك انت how you create an effective process an effective team and to empower the team كلهم بيشعروا انه الحاجه حقتهم. الطالب بتاع الاندرجراد الصغير اللي بيبدا مشروع صغيروني هنا بيكون شايف الفول بيكتشر بيكون شايف ان الشغل ده بيصل لوين وعارف انه contribution بتاعه صغير جدا small piece هو الطوبه دي هياخدها هنا لكن شايف البيت شايف انه الطوبه دي لو ما كانت موجوده في محلات البيت ده ما بتبني
And this is the way in kulluhum, they know the value and the way they contribute and they ask question. There is nothing called silly question. يعني ما إنه ده سؤال. كلهم they have value. وقعدوا يعني عشان كده كلهم انتهوا في أفضل شركات العالم. أوكي في big institutions وكده يعني. يعني إنه ديل الناس ديل بيمشوا بعدك بيمشوا في العالم كلهم يعني. يعني حس ديل التيم بتاعي building capacity عينه من ال origin بتاعه ده هنا هم وين حس؟ في أفضل الشركات في العالم يعني. Okay, and that shows you إنك أنت when you empower, you get the best minds, you train them, you let them go, they will be successful. And that's the flow. يعني this is the structure of إنك how you do things. دي لما تدعوهم مع الصناعة، لما تدعوهم في البروجيك ده، الاجتماعات بتاعتنا لما نكون قاعدين مع بعض، الشباب دي كلهم قاعدين هم they discuss their project, their progress, هم they defend it. Okay, and they show the technology and they are engaged in the involvement. They show the whole thing. This is the teams. مثلا ده في الون بروجيك. كله تيمز حتى ده التيم بتاعي جزء منهم الناس اللي قاعدين معي كانوا في قطر ده شغلنا كان مع توتال ناس توتال بلجيكا توتال فرنسا توتال قطر اوكي اند ذوس الجروبس بتاعت نورس ويسترن وده الجروب بتاع بروفيسور الحلوجي سو اون فانت يو سي انه كل النازل بيسايدز انهم دي كان ورك توجذر دي كان ورك وذ اذرز ودي اهم حاجه انك الافيشنسي تحت التيم ما صغير انه بس يدوك سوبرفايزر بتقول لي انت بس انت you have to teach them how they work the best with each other and how they work the best with the others to be and to always be effective in completing the task and completing the work. وده انتج لي انه انا في النهاية يعني الجامعة اختارتني لما بقت عملت الغاز ريسيرش سنتر بعد ما حصل البومينج بتاع شيل غاز في امريكا اللي هو حصل في 2011 امريكا اكتشفت انه شيل غاز حيكون a major player في العملية بتاعت الغاز الطبيعي في ثروتها فغررت تكساس A&M ونحن كنا leading في الأويل نحن أحسن عندنا أحسن بترولي من engineering في العالم يعني نحن leading في البترولي من engineering يعني أنا كنت الكير بتاع البترولي من engineering الآن أنا I'm not the care يعني يا ياسين أنت المعلومة اللي ذكرتها قبل يعني لكن كنت كير ونحن number one يعني ربطت الكامبس بتاعنا بتاع غطر مع المين كامبس لكن لما جينا للغاز ان فيو ريسيرش سنتر تكساس A&M قررت انها تبني مركز انا عند دايركتور اوف ذات سنتر ده فيه واحده من افضل علماء تكساس A&M يعني من افضل علماء في العالم ما في هندسه البترول ولا الهندسه الكيميائيه بس في الميكانيكا في الماتيريال في الانفايرمنتال انه كيف نطور التكنولوجيا مما نطلع الغاز من الارض لحد ما نطلع الفاينل برودكتس نسميه اب ستريم ميد ستريم اند داون ستريم كل واحد فينا سبيشاليز في اريا لكن المهم انه كيف نشتغل از وان تيم to speed up technology development. النازل من الأفضل في العالم في مجالاتهم يعني ويعني حاجة طيبة جدا إن الجامعة تختارني لكن دي واحدة من الحاجات إنه أنت when they select you for a reason إنك أنت you can make and this is how you إنك you build the effective team. The effective team starts small and it keep growing and the system watch you. A system بيشوفك هو بشاهد فيك في إنك how you do things and how effective. ولما جينا بالproposal دي I have been the carrying into to lead even in building a proposal الايديا دي بديناها نحن فلما نختاره قال لي انت be the leader of the process دي فانت don't feel shy يعني ما تحس انك يا خلاص في ناس كبار نازل بعمري يعني في ناس بعمري كان الوقت ده بروفيسور at Texas A&M on my age يعني بروفيسور كين هول okay, لما انا بقيت director بتاع السنتر ده 40 something years old هو for something years old professor at Texas A&M ما انت بتلبي تقول يا اخي في ناس كبار وما في داعي للقصه دي وبتاع وthis is your message to the youth انه دي فرصتكم في السودان الثوره دي حقتكم انتم you made a transition the way you think different من الجينيريشن بتاعنا احنا ذاتنا لما بقول الكلام ده قبال الورشه دي لياسين وهناي وانور بيضحكوا فيني يعني قال انت جاي روحك عجوز لكن ابدا الثورة دي is yours. انتو الفكرة كانت حقتكم. الصمود كان حقكم. انتو the way you think of it and the way you insist you can lead. Don't assume انه لا يا اخي الناس الكبار دي القاعدين ما في داعي وبتخليهم. لا بالمناسبة don't feel that. As long as انه انت عندك very solid idea. عندك ال skills. عندك ال vision بتاع ان القصة تمشي وين. Don't shy. Don't step back لانه في ناس كبار قاعدين في القاعدة دي يا اخي ما في داعي. وبعدين لانه للأسف السودان السيستم بتاعنا لازال كهذا بيشوفوا انه الزول اصغر منهم ده should not tell them what to do عين النازل قاعدين هنا معاي في السيستم ده انا I tell them what to do وهم ناس بعمري يعني ما شايفين انه فيها عيب انه انا I tell them do this and do that and let us focus on this
عشان كده feel إحنا we have to have this transition in our culture, in the way we do things. We have to break it. يعني ما عندنا حل. ما أنتوا لو ما غطوا we will not gonna have the transition. الجيل القديم ده ما بيقدر يعمل الترانزيشن. They cannot, honestly, by the way. Okay? فيعني دي الحاجات إنه كل حاجة هي عندها impact. كل حاجة major by the impact. ما إنك أنت واحدين مثلاً أقول لك الريسيرش السيتيشن. واحدين أقول لك الريسيرش ما عارف كده عندك كم طلبة وعندي أنا كده وعملتها. Is about your impact. أنت الشغل بتاعك ده وصلك وين. إحنا الآن محتاجين impact في السودان. إنه الريسيرش ده يساعدنا في القرارات السليمة بتغير مسار الاقتصاد. بتغير مسار البنية التحتية بتاعتنا. بتغير مسار الزراعة. خلينا حسي من الـ only papers والكده. الحياة دي حتجي مع الزمن. لو لاحظوا نحنا هي جات as a product. It wasn't the target. احنا كنا دارين نصل لتكنولوجي وصلنا لها. لكن through out the process دي we get the nice papers. We get the nice patent. لكن كنا قاصين التكنولوجي. الآن احنا في السودان we need to look at the impact وto invest on the impact. يعني دي بعض من الصور بتاعت الجوائز. لكن أنا يعني دي جزء بس منها بسيط. لكن دي أنا النوتس دي نشرتها في الفيسبوك بتاعي قبل أيام. دي من ناس سودابت قبل كم يوم رسلوا لي أغيم عندي من الجوائز دي. يعني أنت now you feel إنك أنت you make the impact back home. فهنا بيكتبوا لي يعني it's great to have you as a consultant with the high energy levels in Sudabet. Your expertise is skills supplemented with intelligence and logic is the right mix needed for the gas team. أنا شغال سوبر هنا كونسلتنت للغاز ديفيجن. وي ار فيري براود هافينج يو وذ اس. يعني فيري سمبل. متطوع يا بروف. هاي انا متطوع. انا شغال معاه متطوع. ما قاعد تاخذ منه ولا قريش لا تعريفه. لا لا ما كيف يعني اخذ قريش ولا تعريفه. ده واجبنا نحو البلد. ودي الوقت اللي احنا جينا وي باي باك. وحتى انه عشان انا لقى انا الوقت ذاك يعني عشان انا ذاتي اخذ ابروفل من الحكومه الامريكيه ما كانت قصه سهله. ما كنا احنا تحت المقاطعه. جامعتي تكساس A&M apply for an OFAC license to me عشان يشتغل مع السودابيت. ممكن يشتغل مع الجامعات لكن عشان يشتغل مع السودابيت هم they get me OFAC license. وكانت يعني معركة شرسة الوقت داك تقنعهم بأنه أنت what you are doing is something adding value. الحمد لله الآن كل المعوقات دي انتهت. فإنه السيستم لازم يبني. فدي من الحاجات اللي بتشعرك بالريوردينج. عشان كده أهم حاجة للليدرز الدارين يبقوا ليدر في الريسيرش you have to reward الناس. Very simple note like this is more even precious to me than كل الأورد اللي أنا ريسيفتها في الكارير. يعني you think وأنا شفت the difference we make. We made a difference. We made a difference. A real difference في the structure or even how Sudabet work. ويعني ده لأنه الليدرشيب بتاعته أخونا دكتور باشمهندس أيمن أبو جوخ والتيم بتاع الشباب الموجودين كانوا ولا إدارة يعني كانوا very willing إنه to accept الانبوت بتاع الناس وإنه يدونا ذاته. وهي زي ما قلت لكم مشاركة معرفة. الناس اللي بيقول لك نقل المعرفة ونحن نقل المعرفة أبدا. أنا استفدت منهم جدا الناس by the way. يعني my personal skills I learn a lot of things from them. It's not one way. المعرفة دائما. وده حاجة نحن محتاجينها في السودان مشاركة المعرفة. نحن نجيب الحاجات اللي نحن we exposed to it وهم الناس بالسيستم اللي هم عاشوا فيه ونجحوا فيه ونحن تزبيده بالجنب يعني عشان يحصل الجنب بتاع النقلة دي. أوكي؟ لكن مثلا الريسيرش بتاعك بتشوف قيمته لما نبقى هايلايتد في العالم. ودي واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين نقولها يعني كويس. يعني واحده من الحاجات اللي بفخر بيها انا جدا اللي هو الببليسيتي اللي حصلت للريسيرش دي من دي الامريكان انستيتوت اوف كيميكال انجينير. دي اكبر انستيتوت للكيميكال انجينير في العالم. فانه هايلايت التكنولوجي بتاعتنا تيرنينج سي او 2 انتو كاربون نانو تيوبس. قال دي وان اوف ذا موست بريك ثرو تكنولوجيز اوكي ذات ان ذا اريا اوف ذا سي او 2 يوتيلايزيشن. اوكي ده في عددهم بتاع اكتوبر 2020. Now you feel انك انت العالم كله knows what you are doing. وانا بالمناسبه ساعدت جامعه الخرطوم في انها تهاف الستودنت كابتر بتاع الامريكان انستيتوت اوف كيميكال انجينيرز. كان الاول في السودان والان حي ان شاء الله يتوسع في كل الجامعات ويبقى جزء من المنظومه لانه بيساعدنا حسع في الفندنج. ما زمان ما كنا بنطلع قروش من الحكومه الامريكيه. الان جامعه الخرطوم وطلبتنا وغيرهم حيبدوا يقدروا يستفيدوا من الحاجات دي. الرول بتاعي تاني المهم اللي انه يعني اختاروني الاخوه الاساتذه في جامعه الامام المهدي وشرفوني بانه يعني هو تجمع المهنيين واهلنا في ولايه النيل الابيض وفي كوستي وربك وكده اختاروني انه اكون رئيس مجلس جامعه الامام المهدي وشرفني رئيس الوزراء باختياري. وهي دي واحده دي ولايه النيل الابيض والجامعه دي واحده من اهم الجامعات. لو تذكروا قصتي بديت فيها حياتي
أول حاجة دعينت فيها أول ما تخرجت من خرطوم وساهمنا في تأسيس الآن جدورنا بأنه كيف ندعمها في نقل أكبر بخبرات أكثر وبكده يعني بالكابيسيتي. وهي واحدة من الجامعات المميزة جدا بالمناسبة وفي موقع اقتصادي مميز جدا. الآن الرول كيف نحن نبني الفيجن الجديد بتاع عشان تمشي لقدام، والرول بتاعنا السودابيت إنه كيف ننقل صناعة الغاز في السودان اللي انتو قبل بتسألوا منا الغاز ده هنا. شفت كل البلوكات دي موعودة بالغاز لو قدرنا نستخدمه استخدام سليم، ولو لقينا بارتنر مميزين في العملية بتاعت الاكسبلوريشن الغاز ده ممكن يغير لنا المابين بتاع الاقتصاد بتاع السودان إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب داود عارف يا بروف بتاع الواحد سؤال كان محدود عندنا أي معروف هو، لكن ما الاحتياطي ده بيحتمد على الاكسبلوريشن بتاعك انت وصلت لوين يعني والإمكانيات، وما كان عندنا إمكانيات كبيرة. وفعلا يعني البارتنر ذاتهم يعني ما كانوا هم انترستد، هم الأويل ما الغاز انت هافتو مونتايزد أو انت تستخدمه داخليا في الأول، فهم كانوا أحرص على الأويل، والأويل ده بطلعوه برا بيحسبوك بحاسبوك بالبرميل بالدولار أوكي، لكن الغاز انت حتقول لهم ده عمل بيه كهرباء جوا لحد يمشي تحاسبه مع ناس الكهرباء وحقي وحقك وديني وناس الهراي. القصة كانت بالنسبة لهم طويلة يعني. دي واحدة من الويكنس إنه إحنا ما كنا أذكياء في العملية تحت النيغوشيشن وكتابة حاجة بسموها الإبسة التعاقد الحصل مع الشركات الجاد. كنا مستعجلين للأويل، ما فكرنا في إنه الغاز ممكن يكون جيم كينجر. أنا عندي شباب صغار الآن في سودابيت شغالين معي لما نحسبوه بليونز أوف دولارز بليونز مليارات خسرناها لأنه إحنا ما we haven't negotiated. أنا كده حسي أجبرنا إنه تاني ما في أي زول يوقع أي إبسة لأويل مع أي شركة بدون ما يتكلم عن الغاز. يعني واحدة من الميجر الأساسية لأنه الغاز ذاته استخداماته بيحتمد على كمياته يستخدم وين، هل في التكنولوجي الآن الشغال فيه حسا ولا نطلع منه كهرباء ولا نعمل منه LNG دي نحوله لليكويد ونرسله بالسفن بسفن محددة يمشي. ده بيحتمد على كمية الغاز اللي عندك. ما هنا يعني حسا الغاز اللي عندنا ده حاليا هيكون بس LPG ولكهرباء. وعشان أنا ترابب واحدة من الحاجات اللي أنا أيضا فخور بها إنه كنت جزء من المؤسسين لجمعية الأساتذة الجامعات السودانيين الأمريكيين بأمريكا، ودي جمعية تكونت نتائج لثورة ديسمبر المجيدة وبدت بمذكرتنا اللي كتبناها نحن في فبراير 2019 تضامنا مع مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم مطالبة بتنحي النظام immediately وإنه يوقفوا كل البطش، ونحن دارين دولة القانون ودولة التحول الديمقراطي. وهو ده جمع الأساتذة السودانيين في الجامعات الأمريكية كانوا في نفس الولاية وما بعرفوا بعض كويس، والآن أنتجت ودي المنظومة لوزارة التعليم العالي حقه تستفيد منها أقصى استفادة. ووصلناهم عدة مرات ونتمنى إنه هم جد يستفيدوا منها. الجزء الثاني إنه أنا رئيس رابطة المهندسين السودانيين في قطر ومنتظر نهاية الدورة أوكي، لكن أيضا intelligence engineer يعني one of the best ever، وتشرفت إنه اشتغل مع حتى جيل الشباب المميز قدركم ديل مميزين جدا يعني. عشان كده العشم في الجيل بتاع الشباب ده هي انه ينقل السودان يعني الناس الجوة والناس البرة يلتفوا مع بعض اوكي. دي الدور بتاعي انا ايضا استاذ بروفيسور ديستينجويش اديان بروفيسور في جامعة السودان البترول اوكي، ودي الصورة بتاعت قسم البترول جامعة السودان، ودي طالبتي بتاعت الدكتوراه اللي جيت الصورة. راجعت المناهج هناك في جامعة السودان مش كده؟ راجعت المناهج جاي وساهمت معهم، والى الان مساهمتي معهم في إنه كيف نبني المراكز التخصصية. ناس جامعة السودان ديل في مجال الأويل هم الأوائل، وهم متخصصين إنه كيف مركز السودان القومي للأويل يبدأ شراكة بينهم وبين جامعة الخرطوم يكون يعني stated the point اللي هو كل البحوث بتاعت الأويل والغاز اندصري في السودان تحصل jointly في الأريا دي أوكي. دي واحدة من المحاضرات اللي أنا دايما بفخر بها اللي هو إنه برضو دي بالتخطيط مع دكتورة تغوى في جامعة السودان إنه في الـ SBE الـ Student Society of Petroleum Engineers بتاعت السودان وجنوب السودان. ده كان أول joint session لهم الاثنين مع بعض، وقدمت فيه محاضرة عن إنه كيف الناس تطور البحث العلمي وكيف الناس يشتغل شمال وجنوب السودان اللي هم الوطن الواحد الـ Two Sister Nations كيف يشتغلوا مع بعض أوكي؟ شكرا جزيلا عليش يعني طولت شديد عليكم. و الله يا بروف يعني تنحني لك زي ما يقولوا شنو الهامات وترفع لك القبعات يعني. الله يكرمك. واحد طبعا يعني حزين انه يعني قامات زيكم ويعني خبره طويله وجوائز وبتاع
يعني يكونوا بعيدين من البلد وحاليا يعني يعني ما بالفول كاباسيتي انه تقدموا الخبرات بتاعتكم دي. يعني انت زول شخصيا انا ده ما 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 في لحظه من اللحظات اللي لقيتك في حياتي ما استمتعت جدا جدا خليك من الونسه والكده بكل معلومه بتقولها. يعني اي محاضره حضرتها ليك وحضرت لك محاضرات كثيره وكده الواحد بيستفيد منك فائده كبيره. فبقول يا ريت انه الشباب الناس الموجودين يعني لو كنت موجود في السودان كان بيستفيدوا فائدة ضخمة جدا جدا. لكن طبعا برضو أنا عندي نقطة هنا ده دار أقول لأنه زي ما أقوله بعض مرات الزول ما بيقدر يزوغ من الحقيقة لما تكون قاعدة قدامه زي الشمس. معقول أبروف أنت أسي بكل القامة والخبرة العلمية بتاعتك رئيس مجلس ومناء جامعة ويكون في زول تاني يعني لا في مؤهلات لا في بتاع برضو رئيس مجلس ومناء جامعة في خلل في خلل كبير جدا يا أبروف. أنا ما حاشير لإسم ولا بتاع لكن في خلل مش شايفه يا أبروف؟ كويس انت دخلتني في فيري دي بوليتكس اوكي انا ما دار ادخلك سياسه لكن لازم النقطه نقولها يعني ما بتقدر تفوت علينا. لا كويس ما هو مجلس امناء الجامعه ده الدور بتاعه مختلف يعني هو يعني عنده دور محدد as long as انه هو فيه الاليمنت فيه التمثيل المناسب. يعني الرئيس ده هو الشخص اللي هو كوردينيتر للافور دي. يعني أنا تشرفت بهذا اللقب الطيب اللي هو ده بتثنية يعني من زملائي وأبنائي يعني حتى جزء منهم يحتبروا أبنائي في جامعة الإمام المهدي اللي هم بسرعة كده قول لنا أبروف الرؤية بتاعتك كرئيس مجلس أمناء جامعة الإمام المهدي شنو الرؤية بتاعتك للجامعة؟ كويس الرؤية بتاعتك الآتي وده اللي اتفقنا عليه في اجتماع مجلس إدارة الجامعة الأول اللي هو بالمناسبة أول شيء كوننا مجلس إدارة فيه كل التمثيل بتاع المكونات الاقتصادية لولاية النيل الأبيض فيه كل القطاعات الأساسية فيه خبراء عالميين في أمريكا في ألمانيا في الإمارات في السعودية في قطر في كده إنه كلنا كل واحد في كل إيريا ضمننا إنه يشتغل. الرؤية بتاعتنا كالآتي إنه الجامعة تبقى جزء من المنظومة الاقتصادية لولاية النيل الأبيض to add value للولاية إنه إحنا نخرج الكادر البشري المؤهل لتنمية الولاية وتنمية السودان. ما هو تنمية الولاية هي تنمية السودان. فعشان كده لازم يحصل عملية بتاعت تلاقح ما بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية في الولاية. يعني لازم نحن الكادر بتاعنا ده يكون دريفن لتنمية الولاية بأنه يا أخي القطاعات الاقتصادية دي لو كانت مصانع سكر لو كانت مصانع أسمنت لو كانت زراعية لو كانت أسماك لو كانت they have to be integrated within the institutions بحيث نحن ننفعهم ينفعونا وبعد ذلك نحن نديهم الكادر المناسب اليوم. دي الرؤية الأولى. الرؤية الثانية بأنه يا أخي النقلة تحت التعليم العالي في السودان دي تتطلب حكمة كبيرة جدا في عملية التخصصية. ما هو الجماعة دي وسعوا التعليم العالي ده توسيع كمي إلى أن فقد الكيف completely. فنحن we need now to control العملية تحت الكيف. جامعتنا مميزة by the way. يعني جامعتنا رغم الضربات اللي أخذتها الجامعات الإقليمية بشدة لازمنا نحتفظ بكادر بتاع أساسة مميز ومتهي جدا وطلابنا مميزين. يعني حتى في مجال الطب ده ناجحين بالأساس. أنا شفت ناس منهم في أمريكا. يعني السكسس ستوري تحت الجامعة الآن إحنا how to enhance the impact بتاعتها في الكوميونيتي ده التحدي الأكبر لنا. فعملنا مشروعين قلنا المشروعين ده هم الأساس. المشروع الأول بأنه كيف نخلق المعهد القومي بتاع صناعة السكر في السودان. لما نقول صناعة السكر دي ما التكنولوجيا بس بتاعت إنه بس مهندسين كيميائيين مهندسين ابدا. حتى انه صناعه السكر دي ما فيها تنميه مجتمع فناسنا بتاع طب المجتمع يكونوا موجودين فيها عمليه بتاع البيئه فيها شغل بتاع زراعه فيها شغل بتاع هناي زي ما بقولوا اقتصاد فيها شغل كل المكونات دي انه الجامعه المعهد ده يكون معهد متخصص ويكون ايضا معهد قاري لانه احنا في صناعه السكر بعد مصر وجنوب افريقيا ونحن عندنا فرصه إنه حتى نلقى مصادر من مصادر قارية. الآن إحنا بعد ما وصلنا يعني قناعة مكتملة من قطاع السكر ومن وزير الصناعة الآن بس أنا كنت بس منتظر إنه أمشي السوداني عشان نحسم الأمر ده تماماً. لكن ده حيكون ضربة البداية. الضربة الثانية في المجال الطبي أن إحنا ما الولاية الحدودية مع جنوب السودان إحنا بنكون صلة ما بين الشمال والجنوب ونحن عندنا لاجئين ما يزيد عن 800,000 في ولاية النيل الأبيض من جنوب السودان أخواننا هم في ألد. الآن إحنا هل ممكن نضيف إضافة؟ عندنا مستشفى بتاع سلام ضخم جداً حيكون في مجال التعليم الطبي
وأيضا في مجال الأمراض النيلية، وحيكون هو الحلقة بتحت الصلة ما بين الشمال والجنوب، وحيكون معه باخرة نيلية. الباخرة النيلية تمشي تجيب البيشنس وتجي، دي التو ميجر بروجكت، ونظر الله التوفيق. فدائرة مجهود كبير جدا يعني، ربنا يوفقك يا روف. يعني صراحة روح بتدي إحساس بالأمل رهيب جدا جدا. يعني عبد العزيز خطاب من هولندا بيرسل لك التحايا، عبد الله الفاضل، ويعني كل الشباب في الفيسبوك هنا ده قال لك يا أخي والله لحد بكرة لو يعني أنا مستمتعين جدا. معليش أنا يعني الله يديك العافية. روف ما كلمت أنا الأبناء، أبنائك كويس؟ أنا عندي ثلاثة يعني ما شاء الله ربنا يحفظهم. يعني الكبار تخرجوا من الجامعات، تخرجوا من أمريكا الكبار الاثنين، ويعني البيت بتعمل في الدكتورة الآن، الولد إن شاء الله يبدأ الماجستير، الكبار بيقروا في هناي في MIT الآن في بوسطن. وعندي بيت صغيرة في الثانوي في الـ 11th grade، اللي هو طبعا هنا السيستم بتاع 12 سنة في الـ 11th grade دي أصغره، وإن شاء الله يعني تمشي على يعني على أخوانا. غالبا كنا دارين نلز على السودان، لكن هي غالبا إن شاء الله تمشي على أخوانا هناك. فدي الصغير اللهم أمين، ربنا يحفظنا جميعا. ياسين يعني نحن كنا اصلا البروف ده حايزينه ساعتين، لكن قربت 3 ساعات، ويعني ما يعني زي ما بيقولوا الحلم ما بيكملش زي ما بيقول اخوان المصريين. لكن يعني انا يعني سعيد غمة السعادة، يعني رسائل ايجابية، يعني دي مش ونسة، بالعكس دي ورشة عمل. يعني الليلة تعلمنا فيها الافكتيف تيم، كيف تبني الافكتيف تيم بتاعك، كيف ما تستهون يعني انا كتبته هنا عشان ذاته استفيد منه اللي يروح، يعني ما تستهدف إمكانياتك مهما تكون، والكلام ده دائما بقوله للشباب يعني في أي لايف أو أي حاجة جمعتني بيهم، ما تستهدف إمكانياتكم. يعني شباب اللي قاعدين في السودان يعني ما تنتظروا لحد والله الحكومة دي تقوم تغير لكم، أنتوا الحكومة، أنتوا يعني أنتوا طلعتوا وأنتوا ضربتوا رصاص وأنتوا المتوا يعني كويس. نحن دورنا زي ما قال البروف يعني نحن بنحاول إنه يعني نقدم المساعدة، لكن أنتوا الأساس والرأس يعني زي ما بقول. يعني بعد ذاك عرفنا انه الطريق الوحيد للنجاح هو روح الفريق. يعني ما انت مثلا يعني انت بقيت غايد او بقيت ليدر ذاته جزء من الليدرشيب انك انت كيف تقود التيم بتاعك. نقلنا برضو للجمعيات الادبيه يعني كانت حاجه جميله. يعني كلمه اخيره للبروف قبل ما نختم. الله ربنا يديكم العافيه. يعني القصه قص انه هي مسيره طويله جدا، وعن مسيره يعني في البلد دي تحتاج للبحث العلمي، وتحتاج لرؤية سديدة من كل الناس الماسكين كل القطاعات دي، والدولة ككل في استفادة من الطاقات بتاعت الشباب في مجال البحث العلمي بحيث توطين القرار، وإنه أيضا بناء العمل المؤسسي ما بين مراكز البحوث والجامعات، لأنه الجامعات عشان تؤاد value للإيكونومي it has to be part of the story بتاعت الإيكونومي. يعني إنه يعني هم بس ما بيخرجوا شهادات وبس، يعني لازم يكون عندهم تأثير مباشر على الاقتصاد بتاع البلد عشان البلد تقدر تستثمر فيهم أكتر وأكتر. نعم. يعني أنا حتى عندي بوصف في لينكدين لاحظوا الناس المتابعيني يعني الناس اللي معاي في كونكشن معاي في جامعتين زي هارفارد و MIT اقتصادهم أكبر، الإمباكت بتاع الساينس والنوليج بتاعهم يتنافسوا أكبر من الإنتاج بتاع ألمانيا كدولة كاملة. يعني الحياة اللي جابوها الشركات يعني الجامعات دي الناس ما تستهتر بها، وإنما تستخدمها بس كتول أز يعني مدارس ثانوية بلس، إنه الحاجة دي محتاجة لعمل فكري محدد. وبعدين ما صعب، يعني الناس خايفين وممكن والجاب صح الجاب كبير، لكن إحنا we have to bridge this gap. ولما نبدأ البروسيس هنلاحظ إنه things can go well. وللشباب عندكم you have to lead, don't shy, take the leadership role وامشوا لقدام. ربنا يوفقكم ويوفق البلد، البلد موعودة بكل الخير إن شاء الله، وربنا يوفقنا جميعا لكل الخير. وبرضو شباب يعني بسلم عليك يعني أحمد داود يعني بتحيات خاصة قال للبروف، ويعني كل شباب بسلم عليك في الفيسبوك. طيب قبل الختام يا جماعة بس يعني بس حاجة كده هناك، وأنا طفل أحبه لا أذكر كنت أنا طفل يحبه، بلغ الشبح أن يمشي يقبو أتذكر لي سنوات 6
ولبضع شهور قد تربو أتفاعل مع كل الأشياء أتساءل عن معنى الأسماء والنصف والنفس الطفلة كم تشتت لما تصبو وفي يوم ما إذ لمعت فيه الأشياء أدخلت أذكر في غرفة ما كنت أعرف لها اسما كبرت جسما بهتت رسما عظمت جوفا بعدت سقفا وعلى أدراج خشبية كنا نجلس صفا صفا والناظر جاء وتلا غائمة الأسماء أشار ليفخرنا جسدا أن كن ألف أنت الألفة. شكرا جزيلا يا بروف وسعيدين جدا بالنيابة عن كل يعني مبادرة الباحثين يعني بجد يعني استمتعنا بك ويعني بجد يعني دورك حيكون عظيم وجامعة الإمام المهدي والاقتصاد في السودان وإن شاء الله يعني حنكون متواصلين معك يا بروف الله يديك العافية وكثر خيرك كثير. ده أقل الواجب تجاه البلد وتجاهكم جميعا وإن شاء الله we are always in connection معاكم ويعني في كل المشاريع وحاجاتكم وربنا يقدرنا ويقدركم لكل الخير. شكرا جزيلا كتير إن شاء الله. هذا يعني لازم زي ما أقولوا نختتمه يعني بحاجة مهمة جدا ألهمت الناس والله صراحة بأنه يعني يعرفوا جزء تاني مختلف فاسمحوا لي أنه نختم اللقاء ده بما يستحقه. نحن أصول الأمور والنبات الخدود لا نهاب الموت أو نقش الخدود نحفظ السودان في هذه الكدود نفتدي من شمال أو جنوب بالكفاح العزم المتين وقلوب من حديد لا تلين نهزم الشر ونجني الغاصبين كنسور الجو أو أسد العليم ندفع الردى نصد من عدا ندفع الردى نصد نحن جند الغا جند الوطن إن دعا داعي الفداء لم نخون نتحدى الموت عند المحن نشتري المجد يا غلا هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم يا بني السودان هاب رمزكم يحمي العبا ويحمي أرضكم. يديكم العافية وكتر خيركم كثير. بس منذكر الناس يا جماعة الحاجة الغيمة دي إن شاء الله حتكون في اليوتيوب في القناة بتاعت المبادرة وحنحفظ اللايف عشان يكون توثيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته جميعا تكونوا على خير.